أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبدأ النهاردة محاضرة التاسعة في Respiration، وقلنا هي مجموعة المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى السرطان. ومحاضرة النهاردة بإذن الله هتختص بال chemical والnervous regulation respiration. يبقى عندنا هيبقى المحاضرة بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو part 1 هيبقى خاص بالchemical regulation of respiration، والقسم الثاني هيبقى خاص بالnon-chemical أو nervous regulation of respiration. والحقيقة من أهم المحاضرات في الrespiration اللي أحب تهتموا بها في النظري، ومهم أيضا في الMSQ، فيها كمية أسئلة جامدة وعاوزة تدقيق يعني جامد. فنتوكل على الله ونبتدئ Lecture 9 في Respiration. وكما قلنا وكعادتنا بنحب نبتدي يا أولاد بال Multiple Choice Questions. فالمالتيبل تشويس كويشنز على المحاضره الماضيه واللي هي كانت خاصه بالكنترول اوف ريسبيريشن، بس النهارده قلنا هنعمل نوع جديد شويه من الاسئله اللي هو ماتشنج. يعني انت عندك جروب 1 جروب 2 تو ماتش ما يصلح من جروب 1 مع جروب 2، وعليه هنقول الاتي. فالسؤال الاول اللي هو الابنيوستيك سنتر، هتختار الإجابة الصحيحة هتبقى هو ده الأون سويتش، بينما بي النيوموتاكسيك سنتر الإجابة الصحيحة هتبقى هو الأوف سويتش، وبعدين سي اللي هو بري بودزينجر كومبلكس فالإجابة الصحيحة هتبقى هو واحد اللي هو البيس ميكر أوف ريسبيريشن، دي اللي هو الدورسال ريسبيراتوري جروب هتبقى الإجابة الصحيحة contains التراكتس سوليتيريس نيوكليس، وبعدين الفنترال ريسبيراتوري جروب الإجابة الصحيحة هتبقى contains 1 اللي هو inspiratory acid neurons and expiratory neurons. يبقى عليه الانسرز في جروب 1 و 2 هتبقى كالآتي: A 4 B 5 C 1 D 3 و E 2. طيب ننتقل للمجموعة الثانية يا أولاد اللي هو جروب 3 و 4. فإحنا عندنا transverse section في الـ upper pons هتبقى الإجابة الصحيحة هو no effect on automatic أو involuntary respiration، بينما بي transverse section في lower palms هتبقى الإجابة الصحيحة rhythmic yet irregular and slow respiration. سي transverse section في mid palms يبقى أنت شلت pneumotaxic، يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى deep and slow respiration. transverse section في lower medulla اللي هي دي يبقى أنت عزلت كل center respiratory motor neurons، يبقى عليه الإجابة الصحيحة هتبقى انه لما تعمل ترانسفيرس سيكشن في اللور مدلة الاجابه الصحيحه هيبقى ريسبيراتوري فيلير. اي ترانسفيرس سيكشن بيلو سيرفايكال 5 يبقى انت مبقي الاتصال بين ريسبيراتوري سنترز والاوريجين اوف فرينيك نيرف، يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى دافراجماتيك ريسبيريشن، وعليه اي هتبقى 5 بي هتبقى 2 سي هتبقى 1 دي هتبقى 3 اي هتبقى 4. يبقى ده زي ما اتفقنا هو كالامتحان. وهنقول تاني ان احنا المحاضره دي بتاعت ريسبيريشن، في الجزء الاول هنتكلم على الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن، وده الاهم لان هو ده البيزك ميكانيزم اوف ريسبيريشن. اما في القسم الثاني فهنتكلم على النون كيميكال اللي هو النيرفس ريجوليشن اوف respiration، واتصور ان كل بارت هياخد اقل من ساعه، وهي جزء كبير في respiration. بنامل باذن الله ان احنا هنخلصه في محاضره واحده متصله. ونتوقع على نبتدئ.
الكيميكال او regulation of respiration اللي هو البيزك ميكانيزم. الاول عاوزين نفهم ليه الكيميكال regulation of respiration هو ده البيزك ميكانيزم. احنا قلنا يا ولاد ان المين فانكشن اوف ريسبيريشن لو كنتوا فاكرين is to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide بالوظيفة الأساسية. وفي الريموفال اوف كاربون دايكسايد هي اكشولي بتريموف الفولاتايل اسيد اللي هو الكربونيك اسيد، دي نمرة 2. وتالت حاجة السبلاي اوف اكسجين. يبقى كأن وظيفة الريسبريشن الأساسية إنها تمنتين في الأرتيريال بلاد كونستانت كاربون دايكسايد كونستانت هيدروجين أيون كونسنتريشن أند كونستانت أكسجين ليفل. فعشان كده دي الوظيفة الأساسية للريسبريشن. طب التلات عامل دول عامل كيميكالز كاربون دايكسايد وهيدروجين وأكسجين. فبقى الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبريشن اللي هو الوظيفة الأساسية للريسبيريشن هو ده البيزك ميكانيزم. يبقى لما يجي لي سؤال في الام اس كيو انا عندي كيميكال ريجوليشن وعندي نون كيميكال اللي هو نيرفس، مين الأهم؟ مين البيزك ميكانيزم؟ الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن. طيب ما عشقت مثل عشق النظام، فاحنا في هذا الموضوع هنشرحه في اربع مجموعات، كل مجموعه فيها 3 points to be discussed. عشان كده كاتب 4 في 3، يعني هنتكلم على اربع مجموعات من الكلام، كل مجموعه بتحتوي على 3 points. فعشان كده من فضلكم حاجه بنسميها المنتال سيت، التهيئ الذهني. عاوزك تبقى مهيئ ذهنيا ان ده واحد من اهم الاسئله في الريسبيريشن اللي هو الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن. لما يجي لك هتبتدي بان تقول ده البيزك ميكانيزم وتشرحه في 4 مجموعات، كل مجموعه بتحتوي على 3 نقاط. طيب ابتدي المجموعه الاولى. احنا قلنا ان الوظيفه الاساسيه للريسبيريشن انها تريموف الكربون دايكسايد وتريموف الكربونيك اسيد وتسبلاي اوكسجين. وعليه امتى مفروض الريسبيريشن يشتغل اكتر، يعني امتى مفروض الريسبيريشن يبقى ستيميليتد. اهدي المجموعه الاولى، ان الريسبيريشن از ستيميليتد باي انكريزد بريشر اوف كاربون دايكسايد انكريزد هيدروجين ايون كونسنتريشن ديكريزد بريشر اوف اكسجين. وهنا زي ما بقول على الاوائل ان يلاحظوا الاتي، ان انا ما قلتش ان الريسبيريشن از ستيميليتد باي increased carbon dioxide، انما قلت increased pressure of carbon dioxide و increased hydrogen ion و decreased pressure of oxygen. وكلنا يعلم انها مسبقا ان ال pressure of carbon dioxide وال pressure of oxygen بيعتمد على ال carbon dioxide وال oxygen المذاب اللي هو in physical form. وهقولها تاني لأن قلت الغازات في الاتحادات الكيميائية in chemical forms have no tensions. Gases in chemical forms have no tension. اللي ليه pressure اللي ليه tension هو الغازات in physical form اللي هي المذابة. فأول نقطة للأوائل ما تقوليش respiration is stimulated زي ما معظم الناس بتقول بزيادة الكربون دايكسايد وزيادة الهيدروجين أيون ونقص البريشر. أنا ما قلتش كده، قلت respiration is stimulated by increased pressure of carbon dioxide increased hydrogen ion concentration and decreased pressure of oxygen. دي النقطة الأولى في المجموعة الأولى. طب النقطة الثانية، طب أنا بقول دول بيستيميليت زياده البريشر اوف كاربون دايكسايد زياده الهيدروجين اين نقص البريشر اوف اوكسجين. طب تفتكر عكسهم الاوبوزيت تشينجز المفروض يعملوا ايه؟ الطالب العادي يقول اذا كان دول بيستيميليت يبقى عكسهم مفروض ينهبت.
الإجابة الأوائل عكسهم ما بيعملش inhibition، بيعمل slight inhibition. يعني opposite changes produce slight inhibition. طالب يقول لي أنت عودتنا تفهمنا ليه عكسهم بيعمل slight inhibition وما بنقولش inhibition. هنجاوبها يا أولاد بالفطرة. تصور إني طلبت منك يعني خيارتك بين أمرين، تحب تقعد في أوضة فيها البريشر أوكسجين قليل ما فيهاش أوكسجين خالص، ولا أوضة فيها البريشر أوكسجين مش نورمال أباف نورمال؟ أظن بالفطرة أنت هتختار إيه؟ لا أباف، الاثنين غلط. مفروض أقعد في غرفة فيها نسبة الأوكسجين 21%، إنما 100% زيادة الأكسجين أقل خطورة من عدم وجود الأكسجين. يعني 100% زيادة إن أنا أقعد في أوضة فيها أكسجين أكثر من بالي مش حلوة، بس أقل خطورة من إن أنا أقعد في أوضة ما فيهاش أكسجين خالص. فعشان كده الـ opposite changes لأنهم أقل خطورة بقوا بيعملوا slight inhibition. يبقى دي النقطة التانية. طيب النقطة التالتة في المجموعة الأولى، طب ليه قلنا الكيميكال ريجوليشن هو ده البيزك ميكانيزم؟ لان ان ذيس واي، بهذه الطريقه، ان زياده البريشر اوف كاربون دايكسايد، زياده الهيدروجين اين، نقص البريشر اوكسجين ستيميليت، وعكسهم يعمل سلايت انهيبيشن. هي دي الطريقه الوحيده اللي بيها الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو ذا ميتابوليك ريت. ذا ريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو بودي نيدز. وتعال نفكر ايه معنى الجمله دي. انا اولاد لما اعمل اكسرسايز يبقى بطلع كربون دايكسيد كتير، بطلع اسيدز هيدروجين ايون كتير، بستهلك اكسجين، بنقص الاكسجين. طب في الاكسرسايز مفروض النفس يحصل له ايه؟ يزيد عشان يريموف الكربون دايكسيد الكتير اللي طلع ده والهيدروجين ايون ويسبلاي مور اكسجين. يبقى الكيميكال ريجوليشن ليه هو البيزك ميكانيزم، لان هو ده اللي ربط الريسبيراتوري ريت، معدل التنفس، بالميتابوليك ريت، بالبادي نيدز. عشان كده هو البيزك ميكانيزم. يبقى نقول تاني في عجاله المجموعه الاولى من ثلاث نقاط، قلت التهيؤ الذهني بتاعك، المينتال سيت، كل حاجه ثلاثه. فقلنا اول مجموعه ان الريسبيريشن از ستيميليتد باي 3 كيميكال فاكتورز. للاوائل زيادة البريشر اوف كاربون دايكسايد، زيادة الهيدروجين اين كونسنتريشن، نقص البريشر اوف اوكسجين، دول بيستيميليت الريسبيريشن. اوبوزيت تشينجز للاوائل، اقل خطورة وعليه ما نقولش انهيبيشن، يعملوا انهيبيشن بس سلايت انهيبيشن. طب النقطة الثالثة في المجموعة الأولى، ليه قلنا الكيميكال ريجوليشن اوف ريسبيريشن ده البيزك ميكانيزم؟ لان عن طريق الكيميكال ريجوليشن الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو ميتابوليك ريت. الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشنال تو ذا بودي نيدز. طيب تفتكر الكيميكال فاكتورز الثلاثه دول هيأثروا في الريسبيريشن عن طريق ريسبتورز، نسمي الريسبتورز اللي بتتأثر بثري كيميكال فاكتورز، اعتقد نسميها كيمو ريسبتورز. الكيمو ريسبتورز بتوع الريسبريشن نوعان، اللي موجودين في السنترال نيرفس سيستم اللي هما باللون الاحمر هنسميهم سنترال كيمو ريسبتورز، اما اللي موجودين بره السنترال نيرفس سيستم اللي هما برضو باللون الاحمر هنا بره السنترال، يبقى هنسميهم بريفورال كيمو ريسبتورز. يبقى الكيميكال فاكتورز الافكت بتاعهم ميدييتد عن طريق سنترال كيمو ريسبتورز في السنترال نيرفس سيستم او بريفورال نيرفس سيستم بره السنترال نيرفس سيستم. وانا قلت لك التهيؤ الذهني، المينتال سيت، كل حاجه هقولها في ثلاث نقاط. فنبتدي بالسنترال كيمو ريسبتورز. سايت مكانها فين؟ بليف مي يا اولاد، انا بحط لها في الرسمه وبعدين اتكلم، يعني انا عارف مكانها فين وبعدين بوصف اللي انا شايفه. الاول عاوز اقول لكم معلومه مهمه جدا، ان البرين ستيم اللي هو جذع المخ اللي بيشيل المخ، هواش زي ما بيتصور ناس كثيرون ان هو
بيربنديكولار كده، انما هو نازل عامل كده قدام شويه، ده البرين ستيم الجزء بتاع المخ عامل كده، وعليه عنده فنترال سيرفيس وعنده دورسال سيرفيس، يعني ما هوش عامل كده. اول مره انا عارف دكاتره كتير مش واخدين بالهم منها ان البرين ستيم ما هوش عمودي على البرين، انما عامل بالمنظر ده، وعليه له دورسال سيرفيس وله فنترال سيرفيس. دلوقتي احنا ده السنترال كيمو ريسبتورز، اوصفه يبقى موجود فين؟ السايت في الابر بارت اوف ميدالا، في الاعلى الميدالا، هو الابر بارت اوف ميدالا، ان ده ميد برين بونز ميدالا، هو في الابر بارت اوف ميدالا بينيث تحت الفنترال سيرفس، لان ده الدورسال سيرفس هو تحت الفنترال سيرفس، كلوز باي يعني جنب الريسبيراتوري سنترز اهم الدورسال فنترال ريسبيراتوري جروبس، but separate from them يعني مش جزء منهم. يبقى السايت قلنا فيه المعلومات الاتيه، عد معايا، قلنا ان هو في الابر بارت اوف ميدالا تحت الفنترال سيرفيس، مجاور ولكنه سيبريتد منفصل عن الريسبيراتوري سنتر. دي كانت الجمله الاولى. الجمله الثانيه وهي اهم جمله في الموضوع، ان السنترال كيمو ريسبتورز لا تتاثر سوى بال، افتح ودانك، السي او 2 البريشر اوف كاربون دايكسايد، يبقى السي مع السي ما تنساهاش مع حييت. السنترال كيمو ريسبتور ار ستيميليتد باي السي او 2 بريشر اوف كاربون دايكسايد الذي يمثل، خد بقى الجمله الثانيه رهيب، 85% من الريسبيراتوري درايف. يعني نفسك شغال 85% من اللي بيدرايف، من اللي بيقود النفس، هو الكربون دايكسايد على السنترال كيمو ريسبتورز. الكربون دايكسايد مينلي على السنترال كيمو ريسبتورز. يبقى ده النقطة الثانية. النقطة الثالثة الميكانيزم، لما بيزيد البريشر اوف كربون دايكسايد في الارتيريال بلاد ازاي بيستيميليت الريسبيريشن؟ الإجابة indirectly، بطريقة غير مباشرة، via عن طريق هيدروجين هيدروجين اينز. ليه؟ لان السنترال كيمو ريسبتور دي، بقولها للزملاء الاصغر سنا، كتير منهم مش عارفين المعلومه دي، السنترال كيمو ريسبتورز اكت از هيدروجين ريسبتورز، بتشتغل از هيدروجين ريسبتورز. تعال نشوف ازاي بيشتغل اندايركتلي. تابع النقاط الاتيه، لما البريشر اوف كاربون دايكسايد بيزيد في الارتيريال بلاد، اللي رسمه ده الارتيريال بلاد حتى بلون احمر اهو، لما البريشر اوف كاربون دايكسايد يزيد في الارتيريال بلاد زي اللي بيحدث في الاكسرسايز ده، بيكروس البلاد برين بارير، في بارير اهو اللي هو رسمه، بيفصل البلاد عن البرين، فنسميه بلاد برين بارير، بي بي بي، بلاد برين بارير. لما هيدخل هو البرين الكاربون دايكسايد هيدوب مع الميه بتاعت سيريبرو سبينال فلويد بمساعدة الكربونيك انهيدريز انزيم، أبسط تفاعل في الجسم وأهم التفاعلات في الجسم. إن الكربون دايكسايد لما يزيد في الأرتيريال بلاد خطوة أولى، هيكروس البارير خطوة تانية، هيبقى هيدريتد، يعني يدوب في المية بتاعت السيربرو سبينال فلويد بمساعدة الكربونيك انهيدريز، يدي كربونيك أسيد. هذا الكربونيك أسيد الخطوة اللي بعد كده هيبقى ديسوشيتد لهيدروجين وباي كربونيت، هيبقى ديسوشيتد لهيدروجين وباي كربونيت. اللي هيعمل استيميليشن للسنترال كيمو ريسبتورز هو الهيدروجين اين، انها اكتس از هيدروجين ريسبتورز. يبقى تاني، لما الكربون دايكسايد هيزيد في الارتيريال بلاد خطوه اولى، هيكروس البلاد برين بارير خطوه تانيه اللي هو البي بي بي، هيبقى هيدريتد يعني هيدوب في الميه بمساعده الكربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد خطوه ثالثه، ديسوشيتد لهيدروجين وبايكربونيت خطوه رابعه، اللي هيستيميليت السنترال كيمو ريسبتور هو الهيدروجين اينز. يبقى دي الثلاث نقاط بتاعت السنترال كيمو ريسبتورز. نقولهم تاني في عجاله، السايت قول معايا، بص للرسمه وقول معايا، انت قاعد الرسمه قصادك نص ساعه فبتحفظها صم. انا كنت قلت لكم التعبير، انا ان اغمضت العين رايتها خلف الجفون. طبعا انا ما كنتش بتكلم على المذكره معايا، بس يعني انا هخلي التعبير دلوقتي كانه على المذكره، اللوحه اللي قصادي، انا ان اغمضت العين رايتها خلف
الجفون. فنقولها مع بعض. يبقى السنترال كيمو ريسبتورز الجملة الأولى السايت بتاعها فين؟ اوصف اللي انت شايفه في الابر بارت اوف مدلة، بينيث ذا فنترال سيرفيس، كلوز باي جنب ريسبيراتوري سنتر، بس سيبريت فروم ذم. طب تاني جملة وهي الأهم، الستيمولس السنترال كيمو ريسبتور ستيميليتد فقط بالكربون دايكسايد بالسي او 2، السنترال بالسي او 2، سي مع السي، نيفر فورجيت ذيس. دي أهم جملة في الموضوع، السنترال بالسي او 2 بريشر اوف كربون دايكسايد الذي يمثل 85% of respiratory drive. طب الميكانيزم indirect عن طريق الهيدروجين آين، وشرحناها لما البريشر اوف كربون دايكسايد بيزيد في الارتيريا بلاد خطوه اولى هيكروس البلاد برين بارير خطوه ثانيه، هيبقى هيدريتد يدي كربونيك اسيد خطوه ثالثه، ديسوشيتد للهيدروجين بايكربونيت خطوه رابعه، الهيدروجين آين هيستيميليت سنترال كيمو ريسبتور خطوه خامسه واخيره. هنا الاوائل لابد انك تعقب تعقيبين. يبقى اهم حاجه بتشغل النفس 85% من ريسبيراتوري درايف هو بالكربون دايكسايد عن طريق الهيدروجين آينز. فمن عظمه الخلق والخالق ان لو الهيدروجين آين ده كان حصل له بافر جوه السيربرو سباين فلويد يبقى فقدنا المين ستيمولس فور ريسبيريشن. عشان كده ربنا خلى السيربرو سباين فلويد فيها كمية بروتينز قليلة جدا، 20 ميلي جرام لكل 100 سنتي سيربرو سباين فلويد، مقارنة بالبلازما بروتينز، البروتينز اللي في البلازما اللي كانوا 7 جرام يعني 7000 ميلي جرام في كل 100 سنتي. يبقى شوف المقارنة تفهمك ليه ربنا خلى السيربرو سباين فلويد سائل المخ والنخاع في كمية بروتينات قليلة جدا عشان ما تعملش بافر للهيدروجين آين اللي هو المين ستيمولس المين درايف للريسبريشن اللي بيعمل استيميليشن للريسبريشن بيخلي الريسبريشن شغالة. لو تعادل يبقى ما فيش ستيمولس السنترا كيمو ريسبتور يبقى النفس مش هيشتغل. فربنا خلى السيريبرو سبينال فلويد فيها يلا قول الرقم 20 ميلي جرام لكل 100 سنتي مقارنة بالبلازما بروتين اللي هم 7 جرام يعني 7000 ميلي جرام لكل 100 سنتي. نوت تانية صغيرة تبقى عارفها، طالب ذكي جدا قال لي يعني الكربون دايكسايد اوف ارتيريال بلاد بيستيميليت السنترال كيمو ريسبتورز اندايركتلي عن طريق انه بيدي هيدروجين آين. قلت له اه. قال لي طيب ألم يكن من الأولى إن الهيدروجين آينز أوف أرتيريال بلاد هي اللي تستيميليت السنترال كيمو ريسبتور؟ إذا كان الكربون دايكسايد بيستيميليت بالهيدروجين آين، طب من باب أولى الهيدروجين آين أوف أرتيريال بلاد هي اللي تعمل استيميليشن؟ الإجابة سهلة جدا الأوائل. The hydrogen ions of arterial blood cannot cross the blood brain barrier. دي كانت المجموعة التانية. نيجي المجموعة التالتة اللي هما البريفرال كيمو ريسبتور. قلت كل مجموعة فيها كام؟ المنتال سيت تهيئ ذهني 3 نقط. نيجي السايت. البريفرال كيمو ريسبتورز موجودة فين؟ افهم الرسمة دي الأول. ده الأرش بأورتا يا أولاد. طالع منه يمين وشمال فيسل مهمة جدا ورايحة للمخ اسمها كومون كاروتيد. كومون يعني مشترك. ليه؟ لان كل كومون كاروتيد بينقسم الى تو برانشز، واحد يمشي من بره المخ اسمه اكسترنال كاروتيد، واحد فيه انتفاخ يدخل جوه المخ ويغذي المخ اسمه انترنال كاروتيد، في انتفاخ اسمه كاروتيد ساينس. في كومون كاروتيد يمين وكومون كاروتيد شمال. البريفرال كيمو ريسبتورز يا اولاد جسيمات بوديز قد بالظبط الحمص، مش الشامي الكبير، الحمص المصري الصغير. فعندنا تو كاروتيد بوديز عند نقطه التفرع بتاعه الكومون كاروتيد اللي هم يسموها باي فوركيشن. يبقى كاروتيد بودي يمين وكاروتيد بودي شمال عند نقطه التفرع بتاعه الكومون كاروتيد عند الباي فوركيشن.
كلمة مش صعبة يا أولاد. بايفوركيشن احنا واحنا اطفال لما كنا بنلعب وعاوزين كل واحد يجري في اتجاه كنا نقول فركيشة فركيشة. فهنا الكومون كاروتيد اتفركش لاتنين. فالكاروتيد باديز موجودة عند البايفوركيشن اوف كومون كاروتيد، واحدة يمين واحدة شمال. بعد كده في الارش اوف ذا اورتا في تو اور مور، يعني مش لازم يبقوا تو اورتيك باديز، تو اور فيو اورتيك باديز. يبقى دي اماكن البريفرال كيمو ريسبتورز. يبقى دي حمصه هنا عند نقطه التفرع بتاعه الكومن كاروتيد، قلنا في واحد بيمشي من بره واحد من جوه، واحده عند البايفوركيشن بتاع الكومن كاروتيد يمين، واحده عند البايفوركيشن بتاع الكومن كاروتيد شمال. دول الكاروتيد باديز. وفي الارش اوف الاورتا هنا موجود تو اور مور اورتيك بادز. طب لطالب ذكي قال طيب السنترال كيمو ريسبتور كلوز باي جنب ريسبيراتوري سنتر، يبقى سهل جدا تاثر على الريسبيريشن. لكن البريفرال كيمو ريسبتورز دي بعيده عن الريسبيراتوري سنتر، يبقى لازم يبقى في نيرفس كونكشن. فالكاروتيد باديز متصله بالجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو نمره 9 والبرانش اسمه هيرينج نيرف، فاكر الهيرينج بروور. اما الاورتيك باديز متصله بالريسبيراتوري سنتر عن طريق عصب اسمه فيجاس نيرف اللي هو العصب رقم 10، والاثنين مع بعض 9 و10 الجلوسوفارينجال والفيجاس بيسموهم بافر نيرفز. حتى طالب قال لي انت عاوز تفهمنا ليه سموهم بافر نيرفز، لان في السيركوليشن يا اولاد نفس العصبين دول اللي هما 9 و10 جلوسوفارينجال والفيجاس متصلين بريسبتور ثانيه هناخدها في السيركوليشن وظيفتها انها بافر تو بافر changes in arterial blood pressure، تمنع التغيرات في arterial blood pressure. فعشان كده سموهم buffer nerves. انا عاوز اعلمكم حاجة كويسة يا اولاد، قاعدة جميلة جدا هتفيدكم في حياتكم ما حييتم باذن الله. ان انا قلت قاعدة حلوة قوي، لو قلت لي مكان الريسبتور اقول لك النيرفس كونكشن بتاعه، بس تقول لي مكان الريسبتور. فأي ريسبتور يا أولاد في الهيد بيبقى متصل بعصب اسمه تراي جيمينال اللي هو نمرة 5. أي ريسبتور في النك متصل بعصب نمرة 9 جلوجروسو فارينجي. أي ريسبتور في الثوركس أو الأبدومن متصل بالعصب الفيجاس اللي هو نمرة 10. حتى تبقى الحفظ سهل يا أولاد، بترتيب 5 9 10. اي حاجة في الهيد تبقى 5 تراجيمينال، في النك تبقى 9 جلوسوفارينجيال، في الثوركس والابدومين يبقى 10 اللي هو الفيجاس. وتعالى نطبق ده على اللي خدناه. احنا قلنا الكاروتيد باديز هنا يبقوا في النك، يبقى دول بالجلوسوفارينجيال، يبقى القاعدة ماشية حلو. بينما الاورتيك باديز جوه الارش اوف ذا اورتا هنا، واحنا قلنا ده بيبقى سبلاي ب 10 نمرة اللي هو الفيجاس. يبقى اي ريسبتور، يعني عارف لما اقول لك قل لي من اصدقائك اقول لك من انت، انا بقولها بطريقه تانية، قل لي موضع الريسبتور اقول لك العصب. لو قلت لي فين الريسبتور هقول لك العصب. في الهيد يبقى 5، في النك يبقى 9، في الثوركس والابدومين يبقى 10. قاعده لا شذوذ لها، معلومه قيمه قوي هتفيدكم في حياتكم. انت شوف فين الريسبتور يبقى عرفت العصب بتاعه. فهنا الكاروتيد باديز في النك يبقى نمره 9، الاورتيك باديز في الثوركس يبقى نمره 10، والاثنين مع بعض لان هم متصلين بريسبتور اخرى بتبفر تشينجز في ارتيريال بلاد بريشر فسموهم بفر نيرفز. طيب يبقى اتعلمنا السايت بتاعهم والنيرفس كونكشن. السايت قلنا تو كاروتيد باديز عند البايفوركيشن وتو اور مور اورتيك باديز في الارش اوف ذا اورتا. دول النقطه الثانيه النيرفس كونكشن اللي هو البافر نيرفز،
دول متصلين بالجروسو فارينجال ودول بالفيجس. طب نيجي للستيمولس بقى، عشان ما تنساش كنا قلنا السنترال بحرف السي استيميليتد بال سي او 2 بس. حتى انا اهو شايف حب الرسم قوي، جايب لك خط بس من الكربون دايكسايد رايح للسنترال كيمو ريسبتور، انما البريفرال كيمو ريسبتورز استيميليتد، بص للرسمه، بالثري كيميكال فاكتورز، بالثلاثه، but mainly by decrease the pressure of oxygen below للأوائل 60 مليمتر مركري. وأنا مع شقت مثل عشق النظام وبحب الرسم قوي يا أولاد، فهنا لو طالب فاهمين بعض، شايفني رسم ثلاث خطوط من الكربون دايكسايد والهيدروجين والأوكسجين، بس مين أهم خط؟ أتقل خط الأوكسجين. يبقى البريفرال كيمو ريسبتور استيميليتد بالثري كيميكال فاكتورز، لكن اساسا بنقص البريشر اوكشن. وهنا بقى نقص البريشر اوكشن بيعمل ال 15% من الريسبيراتوري درايف اللي فاضله. يعني احنا قلنا الكربون دايكسايد هو المين ريسبيراتوري درايف، 85% من القوه الدافعه اللي بتشغل نفسك اللي بتخليك تتنفس الكربون دايكسايد 85%، بينما الاوكشن يمثل 15%. يبقى دول الثلاث جمل بتوع البريفرال كيمو ريسبتور. السايتس تو كاروتيد بوديز وتو اور مور اورتيك بوديز متصلين ب 9 و10 لومار بافر نيرفز واستيميليتد بالثري كيميكال فاكتورز بات مينلي باي ديكريز ذا بريشر اوف اوكشن. طيب زي ما هناك كان في نوتس للاوائل، هنا في نوتس للاوائل لازم يقولوها. طالب يقول لي برضو مرة تاني، انت عودتنا تفهمنا ليه هما استيميليتد بنقص البريشر اوكشن تحت 60 مليمتر مركري. اذكرك النورمال بريشر اوف كاربون دايكسايد في الالفيولاي في الاوضة اللي انت قاعد فيها دلوقتي بتسمعني، والاوضة دي غالبا على السي ليفل على مستوى البحر، الضغط قلناه مليون مرة 100 مليمتر مركري. ضغط الاوكسجين الطبيعي في الالفيولاي في الارتيريال بلاد 100 مليمتر مركري. الريسبيريشن مش هتبقى استيميليتد لما ضغط الاوكسجين يقل عن 100، لازم يقل عن 60. طالب قال لي عودتنا فهمنا ليه لازم يقل عن 60 عشان يحصل استيميليشن وريسبيريشن. الاجابه يا اولاد فيري سمبل وهي صادق. فاكر في الاوكسجين شيشن كيرف كنا قلنا عند ضغط 100 للأوكسجين بيبقى نسبة تشبع الهيموجلوبين 97%، لحد 60 بيبقى نسبة تشبع الهيموجلوبين بالأوكسجين 90%، يعني ما فرقتش كتير. ليه؟ لأن كنا قلنا عند اللانج لو كنت فاكر الكيرف بيمشي هوريزونتال. ليه؟ لأن عند اللانج فيه هاي أفينيتي، عند الهاي تنشن في هاي افينيتي. يبقى اذا لحد 60 البريشر اوكسجين نقص من 100 ل 60، لكن ما زال الهيموجلوبين نيرلي فولي ساتوريتد. يبقى ليه وهو فولي ساتوريتد استيميليت الريسبيريشن واتعب نفسي؟ اذا كان برغم نقص البريشر من 100 ل 60 لم يتاثر الساتوريشن اوكسجين باي درجه تذكر، نقص بس من 97 ل 90، لكن تحت 60 دخلنا في الستيب بارت اوف ذا كيرف، اي انخفاض في التنشن هيعمل انخفاض ضخم في الساتوريشن. عشان كده لو نقص ضغط الاوكسجين تحت 60 يبقى الهيموجلوبين ساتوريشن هيقل جدا، يبقى لازم استيميليت الريسبيريشن عشان املى الهيموجلوبين بالاوكسجين. This is why للاوائل ان الريسبيريشن مش استيميليتد بنقص البريشر اوف اوكسجين، لازم تحت 60. طيب النقطة الثانية، ايه اهمية البريفرال كيمو ريسبتور؟ قلت الطالب مش فاهم معنى السؤال. قال انت قلت لنا ان السنترال كيمو ريسبتورز بحرف السي بتبقى استيميليتد فقط بالسي او 2 وده يمثل 85% من الريسبيراتوري درايف، يعني الاساس. طب ما كان كفاية قوي 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 ربنا يكتفي بالسنترال كيمو ريسبتور ويشتغل عليها السي او 2 ده المين درايف اوف ريسبيريشن، ليه في بريفرال؟ اذا كان السنترال هو الاهم وبالسي او 2
بيمثل 85% من درايف. الإجابة قصادك ثلاثية الأشواط. سنترال تيمو ريسبتور قلنا تتأثر فقط بالسي او 2، لكنها لا تتأثر بنقص البريشر اوكشن. فنقص البريشر اوكشن اللي هو الهايبوكسيا بيقدر فقط يستيميليت الريسبريشن عن طريق البريفر كيمو ريسبتور. البريشر اوف كاربون اوف اوكشن، نقص البريشر اوكشن لا يؤثر على السنترال كيمو ريسبتور. واحد يقول فاهمنا اكتر. لو حضرتك طلعت في الهاي التيتيود فوق مرتفع، ايه المشكله؟ ان في نقص في البريشر والاكسجين، ضغط الاكسجين قليل. طب مفروض احلها ازاي المشكله دي؟ الاكسجين قليل اتنفس اكتر، يحصل استيميليشن ريسبريشن. هذا ممكن فقط عن طريق البريفرال كيمو ريسبتورز والبافر نيرفز. واقولها لك بطريقه الطف، لو قطعت البافر نيرفز، قطعت البافر نيرفز يبقى لغيت البريفرال كيمو ريسبتورز، لن تستطيع لا انت ولا غيرك اللي مقطوع له البفر نيرفز منك تمارس هوايه تسلق الجبال. تقدرش تطلع في الهاي التيتيود، اللي في الهاي التيتيود ضغط الاكسجين بيبقى قليل، في هايبوكسيا، فلازم الريسبريشن يبقى ستيميليتد. الاكسجين لا يؤثر في السنتر، انما بيؤثر في البريفر. ادي اول سبب ليه ربنا خلق البريفر. اثنين، كنا قلنا يا اولاد ان الهيدروجين اينز كان نوت كروس ذا بلاد برين بارير. طب التغيرات في الهيدروجين اين لما يزيد وبنسميها اسيدوزيس، وده بيستيميليت الريسبريشن، واوبوزيت تشينجز لما يقل وبنسميها الكالوزيس، وده بيعمل سلايت انهيبيشن. ازاي الريسبريشن تبقى استيميليتد وانهيبيتد بالتغيرات في الهيدروجين اين الا لو كان في بريفرال كيمو ريسبتورز؟ لان الهيدروجين اينز cannot cross the blood brain barrier. فدي تاني سبب. طب واحد يقول لي طب الكربون دايكسايد سبب التالت، ما هو اوريدي الكربون دايكسايد شغال على السنتر. لا، تعال نفكر. ايوه، الكربون دايكسايد اساسا شغال على السنتر، لكن تعال نتخيل ان احنا في اوضه عمليات وعيان ادوله انستيجيا يعني تخدير، فالبنج زي ما بخدر كل السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتور، اهي اديني غطيتها. يبقى العاني اللي واخد انيثيجيا ان احنا خدرنا السنترال نيرفس سيستم، عشان كده العاني اتخدر، وقفنا السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتور. وانت بتقول لي السي او 2 بيشتغل على سنترال كيمو ريسبتور، ما السنترال كيمو ريسبتور في الانستيجيا واقف، يبقى فرصه الكربون دايكسايد انها تستيميليت الريسبريشن في الحاله دي فقط على مين؟ على البريفرال كيمو ريسبتورز. يبقى لماذا خلق الله البريفرال كيمو ريسبتورز؟ افهم السؤال. برغم ان المين درايف اوف ريسبريشن هو الكربون دايكسايد اساسا على السنترال كيمو ريسبتور، اساسا السبيشن ماشيه بالكربون دايكسايد في الاحوال الطبيعيه على السنترال كيمو ريسبتور، سي مع السي. طب ليه في بريفرا؟ مكتوبين قصادك ثلاث اسباب. عشان الهايبوكسيا بتقدر ستيميليت الريسبيشن زي الهاي اتيتيود فقط عن طريق البريفرا. الهيدروجين اينز في الاسيدوزيس والالكالوزيس لا يؤثر غير على البريفرا، لان الهيدروجين اين كان نوت كروس ذا بلاد برين بارير. طب السي او 2 بقى اللي بيأثر على السنترال؟ لو السنترال وقف بالانستيجيا يبقى فرصتك ان السي او 2 هيأثر فقط على البريفرال كيمو ريسبتورز. ونكمل معلومه هنا وهي قيمه. عيان واخد انستيجيا، يبقى حضرتك وقفت السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتورز، تمام؟ يبقى العيان دلوقتي اللي واخد انستيجيا واقف السنترال نيرفس سيستم بما فيه السنترال كيمو ريسبتورز، يبقى شغال بمين؟ بالبريفرال كيمو ريسبتور، اللي هو مين المين ستيمولس ليهم؟ نقص البريشر اوف اوكسجين. وعليه لطبيب تخدير واعي نابه فاهم فيسيولوجي، ادى العان انستيزيا يبقى وقف سنترال كيمو ريسبتور. يبقى العان بتاعه دلوقتي شغال بالبريفرال، المين ستيمولس بتاعه نقص البريشر اوف اوكسجين، يبقى لا يصح ان يديله ماسك اوكسجين، لان لو اداله ماسك اوكسجين يبقى علّى الاوكسجين،
في حين البريفرال بتشتغل افهم افهم مش بالاكسجين، مش عاوز غباوه، بتشتغل بنقص البريشر اوكسجين. يبقى لما تدي العيان اكسجين زائد انستيزيا يبقى الانستيزيا وقفت السنترال، والاكسجين اللي عليته بالماسك وقف البريفرال لانها بتشتغل مش بالاكسجين، بنقص البريشر اوكسجين. الافس يقف خالص والعيان يتوفاه الله. طب واحد يقول لي طب هل بتوع البنك بتوع التخدير بيدوا انستيزيا وماسك اوكسجين؟ دي مش عليك، بس اقول لك اه بيعملوا كده، بس فاهمين ان وانس ادى انستيزيا يبقى وقف سنترال، الانستيزيا بتوقف ال سنترال، ولما ادى اوكسجين وقف ال بريفرال. طيب النفس واقف، يبقى لازم يحط هذا المريض تحت تنفس، جهاز تنفس صناعي بيعملوها اه، بس فاهمين فيسيولوجي، يدوا انستيزيا توقف سنترال، ادوا اوكسجين وقف البريفرال، لازم العيان ده يتحط اندر ارتفيشال ريسبيرومتر. طيب يبقى عشان ما انتهش، قلنا مقدمة من ثلاث نقاط ان الريسبيريشن استيميليتد بثلاث حاجات عكسهم يعمل سلايت انيبيشن، وبالطريقة دي الريسبيراتوري ريت از ميد بروبورشن تو ميتابوليك ريت. ادي اول ثلاث نقط. ثم اتكلمنا على ثلاث نقط في السنترال كيمو ريسبتور، السايت فين اهو وتوصفه، الاستيمولس السنترال دي اهم نقطة في الموضوع اساسا بالسي او 2 ده 85%، و الميكانيزم ان دايركتلي عن طريق الهيدروجين اين. ثلاث نقط. ثم جينا البريفرال كيمو ريسبتور، ثلاثه قلنا السايت، تو اورتيك تو كاروتيد بوديز عند البايفوركيشن، تو اور مور اورتيك بوديز في الارش اوف الاورتا. ادي اول نقطه، لانهم بعاد يبقى لازم يبقى فيه نيرفز بافر نيرفز 9 و10، والاستيمولس بالثلاثه باب ميلي باي ديكريس بريشر اوكسجين. يبقى عملنا ثلاث مجموعات، كل نقطه فيها، كل مجموعه فيها ثلاث نقاط مع عشق مثل عشق النظام. طالب بقى من الاوائل، فاضل لك 3 نوتس، يعني اقولها لك بطريقه لطيفه قوي. يبقى انت قلت مقدمه من 3، وبعدين اتكلمت على البريفرال في 3 والسنتر في 3، وبعدين تعقيب في 3 نقط. حتى الثلاث نقط سهلين، تعقب لي على الثلاثه كيميكال فاكتورز، على الاوكسجين لاك وعلى السي او 2 اكسس، الاكسجين لاك، الاكسجين لاك، اكسجين لاك والسي او 2 اكسس والهيدروجين اين كونسنتريشن. نبتدي بالاكسجين لاك. انا قلت وبقول وهقول يا اولاد ان ربنا خلق الريسبيريشن اساسا to remove carbon dioxide, then to remove carbon dioxide, then to remove carbon dioxide, then to supply oxygen. يبقى الأهم هو carbon dioxide. عشان كده جملة مهمة جدا في الـ MSQ، الأكسجين لاك is weaker stimulus than CO2 excess. يعني نقص الأكسجين أضعف من زيادة الكربون دايكسايد. وده ليه؟ الإجابة سهلة جدا، لأنه الأكسجين لاك بص ما بيشتغلش غير على البريفرال كيمو ريسبتورز، بينما السي او 2 اكسس بيشتغل على السنترال والبريفرال. تمام. طب واحد يقول لي طب قول لنا، انت بتقول لنا ان المين درايف اوف ريسبيريشن هو كاربون دايكسايد بيمثل 85% من ريسبيراتوري درايف. طب ال 85% من الريسبيراتوري درايف بالكربون دايكسايد دول معظمهم على السنترال ولا على البريفرال؟ لو اعتبرت ال 85% دول 100%، يبقى 70% منهم على السنترال و 30% منهم على البريفرال كيمو ريسبتور. يبقى تاني السي او 2 اعتبرني هكتب هنا 85، يمثل 85% من القوة الدافعة للريسبيريشن، كربون دايكسايد، الاوكسجين 15، يبقى السي او 2 85 والاوكسجين 15، ال 15 بتوع الاوكسجين كلهم على البريفرال، الاوكسجين لا يعمل غير على البريفرال. بينما ال 85 بتوع الكربون دايكسايد بيشتغلوا سنترال ثم سنترال ثم سنترال ثم بريفرال. 70% من ال 85 سنترال و 30% من ال 85% على البريفرال. يبقى
سهل. يبقى مين المين درايف اوف ريسبيريشن؟ كاربون دايوكسيد 85%. معظمهم فين؟ على السنتر. 70% من 85 على السنتر. I hope I'm clear and I'm always clear. طب طالب سألني هو ليه الأكسجين لاك أضعف من CO2؟ قلت له احنا لسه قايلين واحدة من فيهم، ان الأكسجين لاك بيشتغل على البريفرال فقط، بينما الكربون دايكسايد هو الوحيد اللي بيشتغل على السنترال ثم سنترال ثم سنترال آن بريفرال. تاني حاجة في الشفر، الأكسجين لاك ضعيف ليه يا ولاد؟ لأنه لو أنا تعرضت الأكسجين لاك هايبوكسيا هعمل إيه؟ ستيميليشن ريسبريشن عشان أجيب أكسجين. طب ما هو الستيميليشن ريسبريشن ده بيوش الكربون دايكسايد، فبيقلل الكربون دايكسايد اللي هو المين ستيمولس للريسبريشن، فتلاقي الهايبوكسيا ناقص الأكسجين بيحاول يستيميت الريسبريشن، لكن في محاولته إنه يستيميت الريسبريشن عمل وش الكربون دايكسايد نقص السي او 2، فالسي او 2 راح موقف الريسبيريشن. يعني اجهد محاوله الاكسجين من السي او 2 اقوى. يبقى الاكسجين اضعف لسببين، لانه بيشتغل على البريفرال بس، ولانه لما بيحصل هايبوكسيا وستيميليشن اوف ريسبيريشن لسوء الحظ الاستيميليشن اوف ريسبيريشن اللي بيحصل ده بيوش الكربون دايكسايد، بينقص كربون دايكسايد والكربون دايكسايد اقوى فبينهبت الريسبريشن، يبقى ضايع تأثير الهايبوكسيا. طالب قال لي طب دي أدلة لطيفة جدا، لكن أنا عاوز أدلة دامغة. قلت له عاوز دليل دامغ؟ الأرقام لا تكذب. تعال أوريك دليل بالأرقام، والأرقام لا تكذب. إحنا قلنا أولاد في هنا لازم تحفظ لي أربع أرقام. إن الأكسجين لو نقص من 100 ل 70 مليمتر ميركوري نو إفكت. وفهمناها ليه؟ لانه بنبقى ما زلنا في فاكرين كنا قلنا بيبقى في الـ في الـ في اهي ان الساتوريشن اوف اوكسجين ما بتنخفضش حاجه تذكر، بيبتدي ينخفض لو وصلت 60. فلو نزل الاكسجين ل 60 من 100 ل 60 الفنتيليشن بيبقى دبل، كل واحده منها سؤال ام اس كيو. يعني لحد 60 مفيش افكت، الاكسجين نقص من 100 من 100 ل 70 ما حصلش حاجه. لما نزل ل 60 وصلنا للستيب بارت الفنتيليشن بقت دبل. طب لو نزل ل 30 ده الماكسيموم. الهايبوكسيا تعمل استيميليشن للفنتيليشن 6 تايمز. وده اقصى ما يمكن ان يحدثه نقص الاكسجين. طب واحد قال لي طب افرض نزل ضغط الاكسجين عن 30 بقى 20 مثلا، اهي النقطه الرابعه، هيحصل ايه؟ الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. تصور لو نزل تحت 30 الريسبيريشن مش بس ما تبقاش ستيميليتد، ده تبقى انهيبيتد. طب قال لي فهمنا ليه؟ فكر معايا، هو الريسبيراتوري سنترز دي اسمنت ولا خلايا عصبيه نيرونز؟ قال لي طبعا نيرونز. قلت له يعني خلايا عصبيه يبقى خلايا. قال لي اه، الخلايا عشان تشتغل عاوزه اكسجين، فلو نقص ضغط الاكسجين في الدم تحت 20 الخلايا العصبيه بتاعت الريسبيراتوري سنتر مش هتلاقي الروحه اكسجين عشان تشتغل، فالريسبيريشن هيبقى انهيبيت. يبقى تعلمنا في الاكسجين لاك اربع نقط في الام اس كيو، ان لو نقص ضغط الاكسجين من 100 الى 70 نو افكت على الريسبيريشن. وانتوا بس اللي فاهمين ليه؟ لان ده لم يؤثر على البرسنتج ساتوريشن في موجلم، اللي موجلم ما زال نيرلي فولي ساتوريتد، يبقى ليه استيميت الريسبيريشن واللي موجلم محمد زي الفل بالاكسجين. النقطه الثانيه، لو نزل ل 60 يبقى قربنا من الستيب بارت، الفنتيليشن يبقى الدبل الضعف. طب اقصى حاجه لو نزل ل 30 يبقى 6 تايمز. طب تحت 30 20 مثلا يبقى انهيبيتد. تعال بقى اتفرج في السي او 2 اكسس، في عندنا رقمين فقط. نسبه سي او 2 في الاوضه اللي حضرتك قاعد فيها دلوقتي كام؟
طالب قال لي ما فيش CO2، قلت له تقريبا، لان نسبه CO2 في الغرفه اللي حضرتك قاعد فيها 4%. يعني تقريبا ما فيش. لنفرض ان الغرفه اللي حضرتك فيها ارتفع فيها CO2 الى 3%، من 0 ل 3%، الفنتيليشن هيبقى دبل. بينما لو ارتفع ل 10% الفنتيليشن هيزيد 10 تايمز، حتى رقم لا ينسى. يبقى لو ارتفع السي او 2 في الغرفه ل 10% الفنتيليشن هيبقى 10 تايمز، يبقى 100% السي او 2 بالارقام، والارقام لا تكذب، اقوى من الاوكشن. لان اقصى ما احدثه الاوكشن انه يزود النفس 6 مرات لما نزل 30 ملم مركل. اقصى حاجه الاوكشن يزود 6 مرات بس لما ينزل 30 ملم مركل. بينما السي او 2 لو وصل 10 زودها 10 مرات. يبقى بالارقام مش بس بالادله، مين الاقوى؟ الكربون دايكسايد. وانت فاهم ليه؟ لانه ده بيشتغل سنترال وبريفرال، انما الاوكشن بريفرال بس. دي الارقام تيجي كلها في الام اس كيو. نيجي ثالث نوت. طب اتكلمنا على الفنتيلاتوري ريسبونس تو اوكشن لاك، الاستجابه لنقص الاوكشن. اقصى حاجه لما ينزل 30 يزيد 6 مرات. واتكلمنا على الفنتيلاتوري ريسبونس تو كربون دايوكسيد، اقصى حاجه لما يبقى في الغرفه 10% يزيد 10 مرات. وعندي تعقيب جميل هنا، ده 10 مرات يا اولاد، هو ليه زاد 10 مرات؟ يعني ليه ما زادش مثلا 40 مره؟ لان 10 مرات ده بدايه الماكسيمم بريدنج كاباسيتي، يعني هو زود الريسبريشن تو اتس ماكسيمم. الماكسيمم بريدنج كاباسيتي بدايته 10 مرات النورمال فنتيليشن. الماكسيمم بريدنج زود 10 مرات، فهو وصلها لك للماكسيمم. عاوز ايه اكتر من كده؟ 10 مرات لما زاد السي او 2 10%، بينما الاوكسجين لما نقص ل 30 اقصى ما يمكن يحدث زوده 6 بس، وتحت 30 عمل انيبيشن. نيجي نتكلم بقى على الهيدروجين اين، انتلاتوري ريسبونس تو هيدروجين اين. وهنا انا لاهميتي عاملها في صفحه خاصه بيها يا اولاد اهي، عن موضوع الالكالوزيس والاسيدوزيس. انا هشرح ناحيه ببطء شويه والناحيه الثانيه بسرعه لانها مجرد العكس. موضوع الاسيدوزيس والالكالوزيس هشرحه لك بالتفصيل باذن الله في العام القادم في الكدني، انما هناخده النهارده في عجاله، الاسيدوزيس والالكالوزيس. خد بقى معلومات قيمه جدا في موضوع من اخطر مواضيع في الطب، لان الحياه ممكنه في حدود ضيقه من التغير في البي اتش. فالاسيدوزيس، الهيدروجين اين، اول معلومه يا اولاد يلا. مين البرايمري ديتيرمنت اوف هيدروجين اين كونسنتريشن ان يور بودي؟ ده سؤال مهم قوي. مين اللي بيحدد البي اتش؟ مين اللي بيحدد الهيدروجين اين كونسنتريشن في جسمك؟ تفتح ودانك. The primary determinant of hydrogen ion concentration is، افتح ودانك، دي كاربون دايوكسيد. يبقى اهم حاجه تحدد الهيدروجين اين هي الكاربون دايوكسيد. تاني معلومه، لان الهيدروجين اين كونسنتريشن في جسمك دايركتلي بروبورشنال تو كربون دايوكسيد ان فيزيكال اوفر كربون دايوكسيد ان كيميكال. كربون دايوكسيد ان فيزيكال ويمثل البريشر اوف كربون دايوكسيد، لان السي او 2 المذاب بيعمل بريشر. والكربون دايوكسيد ان كيميكال ويمثل اهم صوره للكربون دايوكسيد ان كيميكال هي البايكربونات. يبقى اتعلمنا جملتين تاريخيتين، ان البرايمري ديتيرمينانت اوف هيدروجين اين اوف بي اتش اوف ذا بودي از كربون دايوكسيد. ثاني معلومه، ان الهيدروجين اين كونسنتريشن في جسمك دايركتلي بروبورشن تو كربون دايوكسيد ان فيزيكال اوفر كربون دايوكسيد ان كيميكال، ذات از بريشر اوف كربون دايوكسيد اوفر بايكربونات. ثالث معلومه، ان الاسيدوزيس في ابسط صورها لا تعني سوى increased hydrogen ion concentration.
تالت معلوم الاسيدوزيس معناها زادت الهيدروجين آيون. وعليه يمكن ان يتاتى ذلك لواحد فاهم باحدى طريقتين، من واقع المعادله اللي اتفقنا عليها ان الهيدروجين آيون بتناسب مع البريشر اوف كربون دايكسايد على البايكربونات، يبقى ممكن الهيدروجين آيون ده يزيد بطريقتين، يتزود اللي فوق اللي هو البريشر اوف كربون دايكسايد، يتنقص اللي تحت المقام اللي هو البايكربونات. مفيش من واقع المعادله، مفيش في الدنيا غير طريقتين. عشان كده بقى الاسيدوزيس يا اولاد نوعان لا ثالث لهم، نوع سببه زياده البريشر اوف كربون دايكسايد، ونوع سببه نقص البايكربونات. طب هو مين يا اولاد مفروض يظبط البريشر اوف كربون دايكسايد؟ الريسبيريشن. طب عليه امتى يزيد؟ لو حصل اي مرض في الريسبيريشن ادى الى هايبو فنتيليشن، يعني فالCO2 يزيد جوه جسمي فيحصل لي اسيدوزيس، يبقى هذا النوع من الاسيدوزيس ركز معايا بذكاء لازم يبقى سببه خلل في الريسبيريشن، وهذا الخلل في صوره هايبو فنتيليشن. عشان كده سموه ريسبيراتوري اسيدوزيس. فهمت جه منين الاسم؟ لانه لازم يبقى سببه خلل في ريسبريشن وفي صوره هايبو فنتيليشن. وهناخد السنه الجايه بقى مجموعه من الخلل ده، هاخدها لكم من اول السنتر والنيرز والمسل والكيج واللنج. السنتر بتاع ريسبيريشن ديبريس فحصل هايبو فنتيليشن، النيرز بايظه، المسلز بايظه، الكيج بايظ، اللنج بايظ. هناخدها السنه الجايه بإذن الله. طب تاني سبب يزود الهيدروجين آيون إن يقل اللي تحت البايكربونات. ده هذا البايكربونات يا أولاد اسمه افتح ودنك الكالي ريزيرف، الاحتياطي القاعدي في الجسم. يبقى إيه اللي يقلله؟ افتح ودنك ايرور في الميتابوليزم، خلل في الميتابوليزم يؤدي الى اوفر برودكشن اوف اسيدز، يطلع اسيدز كتيره فتتحد مع الاحتياطي القاعدي اللي هو البايكربونات تقلله. يبقى خلل في الايه؟ في الميتابوليزم. عشان كده سموه ميتابوليك اسيدوزيس. ده الكوز يا اولاد، اهو الكوز. ولان الحياه ممكنه في حدود ضيقة من التغير في الهيدروجين آيون، فكان لابد للجسم أن يسعى جاهدا لإرجاع الهيدروجين آيون باك تو نورمال، اللي هو السهم الأحمر. يبقى السهم الأسود طالع لفوق ده الكوز، ده الخلل. السهم الأحمر ده التصليح. طب إزاي نصلح رياضيا؟ وأنا قلت لكم إن أنا أول ما دخلت فنية عسكرية مخي متركب رياضة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. معرفش الشرح اللي هو الهميوني ده الانشائي. عشان تصلح اي نسبه، اذا اللي فوق زاد تزود اللي تحت، اذا اللي تحت نقص تنقص اللي فوق اللي هو اللون الاحمر. يعني ببساطه ان تحدث، افتح ودنك، تغير مماثل في الشق الاخر من النسبة فتستقيم النسبة. ما هو لو الاثنين زادوا يبقى النسبة زي ما هي، الاثنين قلوا يبقى النسبة زي ما هي. يبقى فكرة الكومبنسيشن التصليح ان نحدث تغير مماثل في الشق الاخر بالنسبة لتستقيم النسبة. فاذا كان السبب في الريسبيراتوري اسيدوزي زيادة البريشر اوف كاربون دايكسايد، يبقى عشان الهيدروجين آيون يقعد نورمال الكلية تزود البايكربونات في الدم، الكلية تعمل ري ابزوربشن بايكربونات للدم، الكلية تمنع الاكسكريشن بايكربونات، ويسموا ده رينال كومبنسيشن. اما اذا كان السبب في الميتابوليك اسيدوزيس نقص البايكربونات، ففي الحالة دي عشان اصلح النسبة يبقى ننقص كمان البريشر اوف كاربون دايكسايد،
اللي هو مهمة مين بقى البريشر كام اللنج، يبقى اللنج تعمل هايبر فنتليشن عشان توش الكربون دايكسيد وتنقصه. يبقى في هذه الحالة اللي صلح هو الرئة، فنسمي ده ريسبيراتوري كومبنسيشن، وبيبقى في صورة هايبر فنتليشن. واللي ما فهمنيش كويس مع الاسيدوزيس او فهمني كويس وعاوز يراجع تاني، تعالى بدل ما نراجع الاسيدوزيس نقول نفس الكلام مع الالكالوزيس بس معكوس. الجمله الاولى فاكرها، مين البرايمري ديترمنت اوف هيدروجين ايون كونسنتريشن؟ كاربون دايكسيد. الجمله الثانيه ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن دايركتلي بروبورشنال تو كاربون دايكسيد ان فيزيكال اوفر كاربون دايكسيد ان كيميكال. That is pressure of carbon dioxide over bicarbonate. لأن الكربون دايكسيد in physical هو الذي يحدد the pressure of carbon dioxide. والكربون دايكسيد in chemical أهم صورة ليه هو البيكربونات. طب الجملة الثالثة، طيب ما هي الألكالوزيس في أبسط صورها؟ الألكالوزيس تعني decrease the hydrogen concentration in blood. وحسب المعادلة رياضيا ممكن انقص الهيدروجين in blood بإحدى طريقتين، ينقص اللي فوق اللي هو pressure of carbon dioxide، يزود اللي تحت اللي هو المقام اللي هو البيكربونات. وعليه يوجد نوعان من الالكالوزيس، نوع سببه نقص pressure of carbon dioxide ونوع سببه زيادة البيكربونات. نوعان لا ثالث له. طب ايه اللي ينقص البريشر في كربون دايكسايد؟ هو كان مين مفروض يزبط البريشر في كربون دايكسايد؟ الريسبريشن. يبقى معنى انه نقص ان في خلل في الريسبريشن، وهذا الخلل في صورة هايبر فنتليشن. نقص CO2. فيبقى يسموا هذا النوع من الالكالوز ايه؟ ريسبيراتوري الكالوز. يبقى في الريسبيراتوري الكالوز الخلل لازم يبقى في الريسبريشن وفي صورة هايبر فنتليشن. زي عيان مثلا عنده هستيريا. طب تاني نوع من الالكالوز يبقى زيادة البايكربونات، وهنا قلنا الخلل هيبقى في الميتابوليزم فيسموه ميتابوليك الكالوز. ولأن الجسم الحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في الهيدروجين آيون، فكان لابد أن يسعى الجسم جاهدا لإرجاع الهيدروجين آيون باك تو نورمال. يبقى السهم الأسود ده الكوز، الأحمر اللي هيرجعنا النورمال ده الكومبنسيشن. طب يحصل ده إزاي؟ إذا كان السبب نقص البيكربونات، يبقى عشان يرجع الهيدروجين آيون باك تو نورمال ننقص كمان. إذا كان السبب نقص البريشر في كربون دايكسايد، يبقى عشان نرجع النسبة نورمال ننقص كمان البيكربونات. أما إذا كان السبب زيادة البيكربونات، يبقى نزود كمان البريشر في كربون دايكسايد. يبقى الفكرة أن نحدث تغير مماثل في الشق الآخر من النسبة لتستقيم النسبة. طيب إذا كان السبب نقص pressure of carbon dioxide في الريسبيراتوري الكالوزيس، يبقى الكلية تنقص هي كمان البيكربونات، ما تعملش ريابزوربشن بيكربونات، تعمل اكسكريشن بيكربونات، فيسموا ده رينال كومبنسيشن. اما اذا كان السبب زيادة البيكربونات، يبقى اللانج هي اللي تقدر تزود البريشر اوف كاربون دايكسايد، يعني تعمل hypoventilation. يبقى اللي صلح هنا هي اللنج، يبقى ده يسموه respiratory compensation ويكون في صورة hypoventilation. انا مش عاوز اطول، فاللي عاوز يعيد يسمع الكلام ده مرة اخرى، انما عشان اجمع الكيميكال ريجوليشن تاني، واحد من اهم المواضيع في الطب، في الريسبريشن وفي الطب، فقلت حفظته لاجيال وفهمته لاجيال، اللي هي 4 في 3، أربع مجموعات كل فيها مجموعة فيها 3 معلومات. الأول نفهم مين الأربع مجموعات. مقدمة من 3،
يبقى دي اول مجموعه. ثم ثلاث نقاط عن سنترال كيموسيبتورز، ثم ثلاث نقاط على البريفرال كيموسيبتور. ادي وصلنا ثلاث مجموعات، مقدمه من ثلاثه وثلاثه على السنتر وثلاثه على البريفر، ثم تعقيب من ثلاث نقاط الفنتيلاتوري ريسبونس للاكشن والكربون دايكسايد والهيدروجين اين. يبقى الاول افهم لما يجي لك السؤال الصعب ده هتجاوبه ازاي. مقدمه من ثلاثه، ادي نمره واحد، سنترال ثلاثه، بريفرال ثلاثه، اللي وصلنا ثلاث مجموعات، وبعدين تقول تعقيب اخير عن الاوكشن فنتيلاتوري ريسبونس تو اوكشن لاك وفنتيلاتوري ريسبونس تو سي او 2 اكسس والهيدروجين اين. واقولها في عجاله، ان ريسبيريشن از ستيميليتد باي 3 كيميكال فاكتورز. نقص قلت اسف زياده البريشر اوف كاربون دايكسيد، ما تقولش كاربون دايكسيد، اه يقولوا بريشر اوف كاربون دايكسيد، زياده الهيدروجين اين نقص البريشر اوكشن. طب ثاني جمله، opposite changes ما تعملش inhibition للأوائل، يقولوا slight inhibition. وإن ليه ده هو البيزك ميكانيزم، ليه الكيميكال ريجوليشن هو ده البيزك ميكانيزم، لأن بالطريقة دي تم ربط معدل التنفس مع الميتابوليك ريت، respiratory rate مع الميتابوليك ريت، معدل التنفس مع احتياج الجسم مع البادي نيدز. دي كانت المجموعة الأولى. ثم المجموعة الثانية السنترال كيمو ريسبتور، تتكلم على السايت بتاعها موجودة فين، في المضلة upper part تحت الفنترال سيرفس جنب الريسبيراتوري سنتر لكن سيبرت منها، عشان كده ما احتاجناش اعصاب. السنترال كيمو ريسبتور لا تتاثر، دي اهم جمله في الموضوع، سي او بي سي او 2 الذي يمثل 85% من الريسبيراتوري درايف. وثالث نقطه اندايركتلي عن طريق الهيدروجين اي، وتشرحها في الخمس نقاط، زاد البريشر اوف كاربون دايكسيد في الارتيريا بلاد، يعدي البارير نقطه ثانيه، يدوب في الميه هيدريتد نقطه ثالثه، يدي هيدروجين نقطه رابعه، والهيدروجين هو اللي استبريت نقطه خمسه. ثم نيجي البريفرال كيمو ريسبتور، تقول السايت ان عندي تو كاروتيد بوديز عند البايفوركيشن وتو اور مور اورتيك بوديز عند الارش. طب دول استبريتد بايه؟ بالثري كيميكال فاكتورز بات مينلي بديكريز بريشر اوف اوكسجين تحت 60. طب ازاي دول هياثروا وهم بعاد عن السنتر؟ يبقى لازم يبقى في نيرفس كونكشن اللي هو 9 و10 اللي هو البفر نيرفس. وبعدين تقول تعقيب من 3 فنتيلاتوري ريسبونس تو اوكسجين، فنتيلاتوري ريسبونس تو كاربون دايكسيد، وبعدين الهيدروجين اين. فنتيلاتوري ريسبونس تو اوكسجين لاك، قلنا ان الكاربون دايكسيد ليه هو الاقوى لانه بيأثر سنترال بريفر، بينما الاوكسجين بريفر بس. طب عاوزينها بالارقام، الارقام لا تجزي. ان اقصى ما يمكن ان يحدثه نقص الاوكسجين هو انه يزود نفس 6 مرات. ده امتى؟ لو نزل ضغط الاوكسجين في الغرفه دي من 100 الى 30، ده اقصى حاجه يزودها 6 مرات. بينما الكربون دايكسيد ممكن يزود النفس من 6 مرات 10 مرات. ده امتى؟ لو زاد ل 10%. ثم قضية الهيدروجين اين والاسيدوز والالكالوزيس، راجع الفيديو مرة اخرى. يبقى نقطة واحدة وبقى كده خلصت البارت 1 وهو الاصعب في هذه المحاضرة، وهو الكيميكال ريجوليشن. هو ازاي ربنا خلى البريفرال كيمو ريسبتور تبقى استيميليتد بنقص البريشر اوف اوكسجين مش نقص الاوكسجين؟ طالب انا مش فاهم السؤال. معنى انها استيميليتد بنقص البريشر اوف اوكسجين يعني استيميليتد بالاكسجين ان فيزيكال، اللي هو ده اللي بيدي بريشر. قال لي برضه مش فاهم. قلت له يبقى احكي لك القصه في عجاله من البدايه. لازم تبقى فاهم ان الانسجه بتعتمد اساسا على الاوكسجين ان كيميكال اللي هو اللي مع الهيموجلوبين لان كميته كبيره. قال لي دي عارف ان الانسجه بتعتمد اساسا على الاكسجين اللي في تعك كيميائي مع الهيموجلوبين لان هو ده اللي كميته كبيره بما لا يقارن. لازم تبقى فاهم النقطه الثانيه ان اي نسيج بيستخدم الاول الاكسجين ان فيزيكال اللي هو قليل المذاب، فينقص البريشر اوكسجين لما يستخدم المذاب، البريشر اوكسجين ينقص فالهيموجلوبين يفك الاكسجين اللي فيه. يعني ده الترتيب. هو الأنسجة عينها على الكيميكال، لكن لازم الأول تستخدم الفيزيكال القليل، فضغط الأكسجين يقل فالهيموجلوبين يسيب الأكسجين للأنسجة.
وهنا نبتدي نفهم فين السؤال. ازاي بقى ربنا خلى البريفورال كيمو ريسبتور دي لا تتاثر سوى بالبريشر اوبشن، يعني بالاوبشن المذاب؟ الاجابه سهله جدا، ان ربنا خلى هي دي الانسجه الوحيده في جسمك، الوحيده في جسمك البريفورال كيمو ريسبتور التي تعتمد على الاكسجين المذاب فقط، تعتمدش على الكيميكال. طب ازاي ده كميته صغيره قوي؟ الحل سهل قوي، نزود البلوت فلو، كميه الدم اللي رايحه للبريفرال كيمو ريسبتور، وعليه يزيد الاكسجين المذاب، وعليه يزيد البريشر اوكسجين. فربنا عملها ازاي بقى؟ لو خدنا البريفرال كيمو ريسبتورز اللي هي تعتبر نيرفس تيشو، وخدنا وزن مكافئ من البرين، يعني خدنا جرام من البريفرال كيمو ريسبتور من الجسيمات دي وخدنا جرام من البرين، عارف تلاقي البلاد سبلاي بتاع البريفرال كيمو ريسبتور، جرام البريفرال كيمو ريسبتور كم مره قد جرام المخ، وهما الاثنين نيرفس اليمنت، دي ريسبتور تبع النيرفس سيستم والبرين تبع النيرفس سيستم. افتح ودنك. 20 times that of the brain tissue. يبقى اذا البريفرال كيمو ريسبتور ربنا خلى البلاد فلو ليها 20 مره قد وزن مكافئ من البرين، وعليه يبقى كميه الاكسجين المذابه زادت 20 مره، وعليه لا تعتمد غير على الاكسجين المذاب لانه بقى كفايه، ما هو 20 مره النورمال لاي نسيج اخر مماثل، فبقت تعتمد على الفيزيكال بس، فبقت تتاثر فقط بنقص الفيزيكال اي نقص البريشر اوكسجين. ده من اهم الاسئله، ازاي الكيمو ريسبتور لا تعتمد غير على البريشر اوكسجين؟ قلتها لكم اهي، لانها لا تعتمد غير على الفيزيكال. طب الفيزيكال قليل، ربنا زود البلاد فلو للبريفرال كيمو ريسبتور مقارنه بوزن مكافئ البرين 20 مره، فبقت تعتمد على الفيزيكال بس، فلا تتاثر غير بنقص البريشر اوكسجين. وعليه واحد من اهم الاسئله، في العيان اللي عنده انيميا تمام، بيبقى الهيموجلوبين قليل وبالتالي الاكسجين كيميكال قليل، اه بس هي ما بتعتمدش على الاكسجين كيميكال، ضغط الاكسجين في العيان اللي عنده انيميا وبالتالي الاكسجين المذاب نورمال. فخد بقى القنبله، في الانيميا الريسبريشن نوت ستيميليتد، لان في الانيميا الاكسجين اللي ناقص هو الكيميكال اللي مع الهيموجلوبين، الهيموجلوبين قليل، لكن الاكسجين اللي مذاب ليه ينقص؟ هو ماله مال الهيموجلوبين مش ناقص، وهي بقى هي البريفرال كيمو ريسبتور بتبقى استيميليتد بنقص البريشر اوكسجين على الاكسجين المذاب اللي هو نورمال في الانيميا، فما بتبقاش استيميليتد. فالطالب قال لي فهمنا بقى حته اكتر، انت علمتنا نفهم. طب هو ليه ربنا خلى في الانيميا الريسبريشن ما تبقاش استيميليتد وتجيب لنا اوكسجين زياده؟ تجاوبها انت، افرض جدلا ان الريسبريشن استيميليتد وده ما حصلش وجابت اوكسجين زياده، في الهيموجلوبين اللي هيشيل هذا الاوكسجين؟ ما الهيموجلوبين اه قليل، لكن برغم انه قليل في الانيميا الا انه فولي ساتوريتد، هو الاكسجين قليل لان الهيموجلوبين قليل، انما ستيل الهيموجلوبين القليل ده فولي ساتوريتد وعليه الاكسجين قليل لان الهيموجلوبين قليل، فبعد حتى الفولي ساتوريتد قليل، يبقى هتتعب روحك على الفاضي، انت الاستيميليشن ريسبيريشن ده هيشغل مصل اكتر، هيستهلك اوبشن اكتر بدون طائل، يبقى نايلنا الموضوع. استعملت سيميشن ريسبريشن خليت استهلاك الاوبشن في الجسم يزيد، والهيموجلوبين ما شالش اوبشن اكتر لسبب بسيط، ان في الانيميا برغم ان الهيموجلوبين قليل انما الهيموجلوبين اوريدي فولي ساتوريتد، وده اللي هنشوفه في المحاضره القادمه في موضوع الانيميك هايبوكسيا، هشرحها بتفصيل اكتر للي ما استوعبهاش دلوقتي. يبقى كان في سؤالين، انه ازاي ربنا خلى البريفرال كيمو ريسبتور لا تتاثر سوى بالبريشر اوكسجين والفيزيكال، لان خلاها هي النسيج الوحيد اللي يعتمد على الفيزيكال اللي بيجي له كميه فيزيكال تكفيه لانه زود له البلاد فلو 20 مره عن وزن مكافئ من البرين.
طب ليه ربنا عمل كده؟ خدنا المثال ان في الانيميا الهيموجلوبين ناقص جدا وعليه الاوكسجين ان كيميكال، ان كيميكال ناقص جدا جدا، ومع ذلك ريسبيشن نوت ستيميليت، لانها مش هتستفاد، لانها لو كانت ستيميليتد الهيموجلوبين ناقص لكن ساتوريتد هيروح فين الاوكسجين؟ بالعكس تبقى بذلت مجهود على الفاضي. فعشان كده اوعى تنسى واحد من اهم الاسئله، ان انيميا ذا ريسبيريشن از نوت ستيميليتد، لان في الانيميا اللي ناقص هو الاوكسجين ان كيميكال اللي مع الهيموجلوبين، بينما الريسبيريشن بتبقى ستيميليتد بنقص الاوكسجين بريشر اللي هو الاوكسجين المذاب ان فيزيكال اللي هو اللي هو اللي هو طبيعي في العيان اللي عنده انيميا. ده كان بارت 1، وننتقل الى بارت 2 وهو الاسهل، اللي هو نون كيميكال او نيرفس ريجوليشن ريسبيريشن. نون كيميكال او نيرفس ريجوليشن او ريسبيريشن. طيب ده الاسهل يا ولاد، احنا قلنا البيزك ميكانيزم هو الكيميكال ريجوليشن، وفهمنا ليه، لان وظيفه الريسبيريشن اساسا انها تتحكم في الكربون دايكسيد، كربون دايكسيد، كربون دايكسيد، هيدروجين اين نمره 2 واكسجين نمره 3. نيجي للنون كيميكال او نيرفس اللي هو سوبر امبوزد على الكيميكال لكن اقل اهميه. مع شقت مثل عشق النظام، في ست مناطق في جسمك بتبعت اشارات عصبيه نيرفس ريجوليشن تاثر في النفس. طب طالب قال لي انت علمتنا ان اي حاجه فوق 4 العقل البشري لا يستوعبها، فكان لازم نقسم السته لثلاثه على ايدك اليمين بالاحمر وثلاثه على ايدك الشمال بالازرق. ناخد ثلاثه بالاحمر، ثلاث حاجات جوه الثوركس اللي هم ريسبتورز في اللنج وريسبتورز في الكاردوفاسكولار سيستم وريسبتورز في الانتركوستالز ماسلز العضلات اللي ما بين الريبس. يبقى ثلاثة جوه الثوركس اهو، افتكروا. عارف ليه بقول كده يا اولاد؟ ساعات الطالب يبقى فاكر التفصيلات بس نسي المين ايتمز، العناوين الاساسية، ففي عنوان كان فاكر تفصيلاته بس سقط سهوا. عشان كده في التدريس الجيد، وعاوزكم لما تبقوا باذن الله يتغير موقع وتبقى انتوا اساتذة افاضل، لازم قبل ما تدخل في التفصيلات تحط طريقة الطالب يفتكر بيها المين ايتمز، عشان ما يسقطش منه ايتم هو اوريدي عارف معلوماته بس نسي العنوان. يبقى ثلاثة جوه الثوركس، ريسبتور في اللنج، ريسبتور في الكاردوفاسكولار سيستم، وريسبتور في الانتركوستالز ماسلز اهم، وثلاثة بره الثوركس، حاجة فوقيهم اللي هو هاير سنترز في المخ، وحاجتين تحتيهم الفيسرا، وتحتها بقى السكيليتال ماسل بتاعت الجسم كلها بقى لما نعمل اكسرسايز بتزود النفس اهي، سكيليتال ماسل العادية مش انتركوستلز. يبقى دول الستة ريسبتور اللي بيبعتوا امبلس تؤثر في النفس، عشان كده سموها بيبعتوا نيرف امبلس، سموها نيرف سيجوليشن او نون كيميكال. ناخدهم كل واحد كده في كام دقيقة، وده قلت هو الجزء الأسهل في الموضوع. نبتدي بالهاير سنترز من فوق، لما انت فهمت التقسيمة، ثلاثة جوه الثوركس، اللنج والهارت، احفظ معايا اللنج والكاردوفاسكولار والانتركوستلز، وثلاثة بره الثوركس حاجة فوقيهم اللي هي الهاير سنترز، وحاجتين تحتهم الفيسرا والسكيتال ماسلز. نبتدي بالهاير سنترز، هنشرح في الهاير سنترز ثلاث حاجات اهو، سيريبرال كورتكس قشرة المخية، الليمبيك كورتكس، الليمبيك يعني المنطقة عند، انت عارف عندنا المخ فصين، في منطقة الحدود يسموها ليمبيك، ليمبيك يعني المنطقة الحدية اللي عند الحدود. وبعدين الهايبوثالاموس كنت علمتها لكم، ثالاموس يعني مهاد او سرير البيبي، هايبوثالاموس يعني تحت المهاد تحت السرير. فنبتدي بالهاير سنترز، واحد سيربال كورتكس، كنا قلنا
ان الريسبيراتوري ماسلز يا اولاد بتتميز بانها ذا اونلي سكيليتال ماسلز that can be voluntary and involuntary control. يعني ممكن انت النفس شغال وانت نايم عادي خالص spontaneous involuntary automatic, لكن هذا لا يمنع ان السيريبرال كورتكس ممكن تتحكم في النفس. وده يبان في ثلاث حاجات. واحد في الموديوليشن اوف ريسبريشن. انا دلوقتي يا اولاد بتكلم وانا بتكلم بتحكم في الزفير عشان اطلع مقاطع الحروف, يبقى في فولونتري موديوليشن اوف ريسبريشن. فين المركز بتاعه؟ سيربرال كورتكس. وفي السينجينج لما اغني بتحكم في النفس, يبقى دي اول حاجه موديوليشن. نمره 2 ممكن اعمل فولونتري هايبر فنتيليشن ارضيه انا اهو. طيب ايه اللي هيوقفني؟ ان انا لما بعمل هايبر فنتيليشن بوش الكربون دايكسايد, بينقص الكربون دايكسايد وده بينهيبت الريسبريشن. طب واهم نقطه ممكن اعمل فولونتري ابنيا, يعني نو بريذنج. بينيا يعني بريذنج, ابنيا نو بريذنج. اقصى حاجه ممكن اقعد كده حوالي 60 ثانيه وبسبب نقص الاكسجين وزياده ثاني اكسيد الكربون هيخلوها تنفس غصب عني, يعني يعملوا بريكنج بوينت. ده بقى الموضوع الاهم. يبقى الفولونتري ابنيا اللي بيستخدمها الناس مثلا ديورينج دايفنج لما بنغطس, في الشخص الطبيعي تقعد اب تو دقيقه 45 ل 60 ثانيه وبسبب تجمع الكربون دايكسايد زياده البريشر اوف كربون دايكسايد ونقص البريشر اوكسجين هيجبروك انك تتنفس, فسمينا دي البريكنج بوينت, كسروا الابنيا. وقلت في عجاله كده في فقر معاك العامه كلمه بريكفاست اللي هي الافطار هي كلمه من شقين, انك انت بتكسر صيام. فاست يعني صيام, بريك يعني تكسر, بريكفاست يعني كسرت الصيام. نيجي سؤال مهم جدا هنا يا اولاد في الام اس كيو, هاو تو برولونج فولونتري ابنيا, يعني حضرتك عاوز تغطس في تحت الميه وتوقف نفسك لفتره اطول, عاوز تتبارى مع زملائك وتكسبهم. تعال اوريك فيسيولوجيا ازاي تقدر تقعد تحت الميه فتره اطول وتكسبهم, وتعال نقول لها حاجه لها قيمه بقى مش حاجه مجرد مباراه. ان في الخليج قبل ما ربنا يفتح عليهم بالبترول كانوا يعملوا في صيد اللؤلؤ, فكانوا بيغطسوا يجيبوا اللؤلؤ. في ريكوردد كيسز, افتح ودانك, لناس قدرت تقعد تحت الميه, افتح ودانك, فولونتري ابنيا 5 دقايق. تعال نشوف ازاي. بص معايا, انت ايه اللي بيخليك لما بتغطس عاوز تاخد نفسك؟ تجمع ثاني اكسيد الكربون ونقص الاكسجين بيجبروك انك تتنفس, بيبريك الابنيا, بيكسروا الابنيا. فانت لو فاهم فيسيولوجي تعمل ايه؟ اعكس. زملاتي بيتكلموا, احنا لسه ما بدأناش المسابقه, احنا لسه مش هنغطس, هم بيتكلموا انا بعمل هايبر فنتليشن فعمال اوش في الكربون دايكسايد, انقص في الكربون دايكسايد, انقص في الكربون دايكسايد, فبدات بكربون دايكسايد واطي قوي. فكر بذكاء, فعبال ما الكربون دايكسايد يتجمع ويصل للليفل اللي هيكسر الابنيا هياخد وقت اطول, لان انا بدات بليفل اوف كربون دايكسايد اقل منهم. هما بيتكلموا انا قبل ما اغطس عملت هايبر فنتليشن, نقصت الكربون دايكسايد, فعبال ما يزيد للليفل اللي يكسر الابنيا هياخد وقت اطول منهم لان انا بدات بليفل ناقص. ده يا اولاد ممكن يزود لك القصه 20 ثانيه. انما اهم طريقه كانوا بيعملوها الناس بتوع الخليج, ناس كانوا بسطاء كلهم عندهم اسطوانه اكسجين واحد, ما بيلبسوش الجهاز بقى السكوبا ده, لا سكوبا, لا سكوبا دايفنج, اسف سكوبا بالبي اللي هو سيلف اندر جراوند بريذنج ابريتس, خلينا نحكي عنه دلوقتي. هم كلهم عندهم اسطوانه واحده, فاللي بيحصل ان كل واحد قبل ما ينزل يتنفس دقيقة واحدة بس اوكشن, دقيقة يقعد دقيقة كده ياخد بيور اوكشن. يبقى عمل ايه في الليفل اوف اوكشن؟
زوده جدا. فلما يختص عبال ما الاكسجين يقل الى الحد اللي يخليه غصب عنه عاوز ياخد اكسجين ياخد 5 دقايق، دي اهم طريقه. يبقى بريذنج بيور اكسجين لمده دقيقه تطول لك الابنيه 5 دقايق، لمده دقيقه تطولها لك 5 دقايق. دي تاني طريقه. تالت طريقه مهم جدا، تفتكر انزل في الفول انسبريشن ولا في الفول اكسبيريشن؟ يعني تفتكر كده قبل ما اختص اعمل وانزل ولا اعمل فول انسبريشن؟ طالب قال لي اقول لك تعمل فول انسبريشن وهقول لك السبب. قلت له غلط. قال لي انت انا قلت حاجه لسه؟ بقولت لك غلط. هيقول لي انا لما اعمل فول انسبريشن يبقى محوش هواء احتياطي. لا مش ده السبب، غلط. انا بعمل فول انسبريشن، لما بعمل فول انسبريشن اللنج بيحصل لها ستريتش، فده بيشغل الستريتش ريسبتور اللي اتكلمنا عليها المحاضره الماضيه، اللي بتبعت عن طريق اشهر عصب وهو الفيجاس هيرينج برو ريفلكس تنهبت الريسبيراتوري سنتر، فتخلي النفس يقف فتره اطول. يبقى فهمت قيمه الانسبريشن انها بتبعت انهبيتوري امبلس عن طريق الستريتش ريسبتور والفيجاس هيرينج برو توقف النفس. دي ثالث طريقه. واحد قال لي طب افرض بقى لقيت كل الناس طلعوا ما عدا واحد كده معصلك قصادي وانا مش عاوز اخسر المسابقه. قلت له تعرف تعمل ايه؟ اخر حاجه بقى صدق، تبلع ريقك، لان البلع بيبعت انهيبيتور امبلس ريسبيراتوري سنتر فخليك تقعد فتره اطول. يبقى في 4 طرق تبرونج ابنيا. واحد من اشهر الاسئله هو ايه اللي بيكسر الابنيا لطالب ذكي؟ ان انا ما بوقف النفس السي او2 بيزيد والاكسجين بينقص، يبقى نعكس. قبل ما انزل انقص السي او2، اعمل هايبر فنتيليشن انقص السي او2، ده يزودك 25 ثانيه. قبل ما انزل ازود الاكسجين عقبال ما ينقص ياخد وقت اطول. بريزنج اوكسجين لمده دقيقه يديك 5 دقايق. او ابعت انهيبيتور امبلس بطريقتين، اعمل فول انسبريشن فيبعت انهيبيتور امبلس من الستريتش ريسبتور من الفيجاس هيلينج جروور او ابلع ريقي. طيب تاني حاجه في الهاير سنترز يا اولاد اللي هي الليمبيك سيستم، البين والايموشنز يؤثرها في النفس. طب بدل ما نشرحهم تعال نشرحهم على الهايبوثالامس. الهايبوثالامس البين عن طريق الباراسيمباثيتك نيرفس سيستم بيقلل النفس، والايموشنز عن طريق السيمباثيتك تزود النفس. طيب قال اشرحهم لي. قلت طبعا 100% الانفعال بيشغل السيمباثيتك، في الانفعال الواحد محتاج اوكسجين اكتر، السيمباثيتك يزود النفس، مفهومه. انما الاصعب طب ليه البين عن طريق البارا يقلل النفس؟ سبحان الله، وراء الخلق خالق. لو عندك اي جزء متألم في جسمك اكتر حاجة تزود الالم هي الحركة. الجزء المصاب لو اتحرك الالم يزيد، صح يا ولاد؟ طب مين الحركة التي لا يمكن ايقافها في الجسم بسهولة؟ اللي هي حركة نفس. يعني امام كنت قاعد ساكت في حاجة لازم تتحرك فيها اللي هي النفس. فمن روعة الخلق والخالق الحركة بتزود البين في أي عضو مصاب في الجسم، الحركة بتزود البين للأعضاء المصابة. فربنا خلى البين عن طريق البارا، البين بحرف البي عن طريق البارا بحرف البي يبعت انهيبيتور امبلس تقلل النفس فتقلل البين. سبحان الله. يبقى الاموشن بالسيمباثاتيك تزود، البين بالبارا سيمباثاتيك ينقص. ثالث حاجة يا أولاد، قلنا الهايبوثالامس يعني تحت السرير، قلنا كل الستات الأبيستات منظم الشهية الأبيتايت، الجلوكوستات منظم الجلوكوز، الثيرموستات منظم الحرارة في الهايبوثالامس. طيب إحنا في الحر مفروض أعمل إيه في النفس؟ فكر. أتنفس أكتر. عارف ليه؟ عشان تبخر صلايبة زي ما بخر العرق. ده بخر العرق في الحر، تبخر سلايفا. حتى يقول لك ايه بقى؟ يلهث، يعني الناس بالفطره فاهمه صح، يلهث من شده الحراره. ايه التفسير بتاعها؟ ان بيبقى الجو حر، مركز الحراره الثيرموستات منظم الحراره في الهايبوثالامس يبعت ستيميليت الريسبيراتوري سنتر،
واقول لكم معلومه جميله في فقره المعلومات العامه. الكلاب يا اولاد بعضكم ما يعرفش ان ما عندهاش سويت جلانز، ففرصه انها تتخلص من الحراره فقط هي مش في تبخر السويت جلانز، ما عندهاش غدد عرق، في تبخر الصلايبه. فعشان كده ربنا عمل لها حاجتين لزاز قوي، لسانها طويل قوي عشان يزود السطح اللي هيتبخر منه اللعاب، وعشان يتبخر اكتر بتلهث كلاب، فسموها الحيوانات اللاهثة، panting animal، panting animals. احنا بنلهث زي الكلاب، بس ان عندنا سويت جلانز، اللهاث عندنا مش بنفس اهمية الكلاب اللي ما عندهاش سويت جلانز. احنا عندنا سويت جلانز، ده هي عندها الكلاب سنتر للهاث اسمه panting center. احنا اللي بيقوم بالوظيفة دي الثيرموستات، منظم الحرارة في الهايبوثالامس. ده كان اول حاجة يا اولاد، اللي هو خدنا ثلاثة سنتر في الهير سنتر، بحب النظام قوي، سيريبرال كورتكس وليمبيك سيستم وهايبوثالامس. شرحنا السيريبرال كورتكس اول واحدة في ثلاث حاجات، ان الكورتكس بيعمل فولنتري موديوليشن اوف ريسبيريشن، بيتحكم في النفس في الكلام والغنى. وخدنا فولنتري هايبر فنتيليشن اللي بيوقفها نقص البريشر اوف كربون دايوكسيد، وفولنتري ابنيا اللي بيكسرها بريكنج بوينت زياده الكربون دايوكسيد ونقص البريشر اوف اوكسجين. وخدنا الاربع طرق اللي تطول بيها الابنيا، وده من واحد من اهم الاسئله. ثم خدنا الليمبيك سيستم بين واموشنز، ثم خدنا الهايبوثالاموس نيماتاتا، ثلاث حاجات. البين عن طريق البارا يقلل، والاموشنز عن طريق السيمباثاتيك تزود، والفيفر بتزود عن طريق المركز منظم الحراره الثيرموستات في الهايبوثالامس. نيجي ناخد يا اولاد اللوحه ما قبل الاخيره. قلت لكم طبعا انه النيرفس او النون كيميكال اسهل من الكيميكال. فنيجي ناخد بقى ريسبتور في الريسبيراتوري سنترز. هنقسم الريسبتور في الريسبيراتوري سنتر الى نوعين، ريسبتورز في الابر ريسبيراتوري اير ويز، يبقى في ريسبتور في الابر ريسبيراتوري اير واي، وريسبتور تحت في اللانجز، ودول ثلاثه ودول ثلاثه. حلو قوي قوي، يعني الحاجات اللي الواحد يتذكرها بسهوله جدا. يبقى في ريسبتورز في الابر ريسبيراتوري اير ويز، ريسبتورز في النوز بتعمل السنيزنج العطس، ريسبتور في الفارينكس البلعوم بتعمل البلع سوالوينج، وريسبتورز في التراكيا والبرونكاي بتعمل الكحة كافينج. السنيزنج والسوالوينج والكافينج دول بيسموهم، افتح ودنك، بروتكتيف ريفلكسز، يعني بيحموا الجهاز التنفسي من اي حاجه وحشه تدخل جواه زي ما نشوف. طب في كل ريفلكس من الثلاثه، وما عشقت مثل عشق النظام، لازم تتكلم على اربع نقط. تتكلم على السايت اوف ريسبتور، وبالتالي العصب اللي بيعمل ريسبتور. وانا علمتك السايت بيقول لك العصب، السايت بتاع الريسبتور بيقول لك العصب، وبعدين تقول لي الاستيمولس وريسبونس. وطول عمري علمت الطلبه، قلت الطالب الذكي تقول له مكان ريسبتور يقول لك العصب، زي القاعده اللي علمتها لك. الاسكى تقول له المؤثر الاستيمولس يتوقع ريسبونس. وهنشوف كلام جميل قوي، خليكم فاهمين تماما. بص معايا هنا الحياه، في السنيزنج الواحد بيحس الاريتيشن فين؟ مكان الريسبتور فين؟ في مناخيره. ليه الواحد يقعد يدعك في مناخيره كده؟ عشان يعطس ويخلص. يبقى في السنيزنج الريسبتور في النوز، يعني في الفيس، يبقى العصب رقم 5 ترايجيمال. فانا قلت تقول لي السايت، اقول لك النيرف. طب في السوالوينج البلع، الريسبتور في الفارينكس البلعوم بتاع البلع، بلعوم بلع. في النك يبقى جلوسوفارينجيا نمره 9. طب في الكحه صدري تعبني، التراكيا والبرونكاي يبقى 10. يبقى خلصنا نقطتين. يبقى في السنيزنج الاريتيشن في النوز، يبقى العصب ترايجيمينال 5.
في البلع في البلعوم يبقى في النك يبقى 9 في البرونكاي والبرونكيولز والتراكيا يبقى نمرة 10 يبقى خلاص لقطين. قول لي مكان الريسبتور الطالب الذكي اقول لك العصب. نيجي الاسكى منها قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. في السنيزنج والكافينج في اريتنت حاجه مضايقاني عاوز اتخلص منها. والاريتنتس نوعان يا اما ميكانيكال يا كيميكال. ميكانيكال زي ايه مثلا؟ زي الدست الغبار اللي في الجو زي ميوكس زي حته فود خلاص حته اكل رزايه يبقى دي كلها حاجات ميكانيكال. انما كيميكال زي السموك واحد عمال ينفخ في وشي عمال كيميكال اريتيشن فعمال اكح. يبقى الاستيمولاي في السنيزنج والكافينج هما اريتنتس سواء كانت ميكانيكال زي الغبار وزي الفود وزي الميوكس حته مخاط عشان كده الواحد بيكح عشان يطلع المخاط. وقد يكون كيميكال زي السموكس مثلا. طب ده الاستيمولس اريتنت يبقى الريسبونس لطالب اسكى في حاجه عامله لي اريتيشن لمناخيري في السنيزنج وللتراكيا والبرونكاي في الكافينج. يبقى الريسبونس انا عاوز اخلص منها عشان هي اريتنت. طب اخلص منها ازاي لطالب ذكي؟ اطلع هواء باندفاع فيرميها بره. وعشان اطلع هواء كتير لازم اخد هواء كتير الاول اعبي هواء كتير. يبقى عشان كده السنيزنج والكافينج هما الاثنين بيبداوا باي رونج انسبريشن لونج انسبريشن فولو باي فورس اكسبيريشن. يبقى اعمل لونج انسبريشن فولو باي فورس اكسبيريشن. بس النقطه بقى للمليون جنيه في السنيزنج بيبقى الجلوتس اوبن يعني الاحبال الصوتيه بعيده عن بعض. انما في الكافينج بيبقى الاحبال الصوتيه الجلوتس المزمار الاحبال الصوتيه كلوزد اوبن صادني. طالب قال لي فهمنا. قلت له طبعا فهمك. دي اهم نقطه في الام اس كيو. يبقى عشان في السنيزنج وفي الكافينج اتخلص من الحاجه اللي عامله لي اريتيشن بعمل ايه؟ قلنا يا اولاد بعمل لونج يعني باخد نفس طويل باخد لونج انسبريشن فولود باي فورسد اكسبيريشن. في السنيزنج بيبقى اجينست ان اوبن جلوتس. في الكافينج بيبقى كلوزد جلوتس ويتش اوبن سادلي. افهم ليه؟ تدي بالسنيزنج العطس long inspiration followed by forced expiration against an open glot. بينما في الكافينج long inspiration followed by forced expiration against closed glot which open solid. عشان كده الصوت مختلف. طيب يقول لي فهمنا ليه؟ انت اللي هتجاوب لو فكرت. تفتكر ايهما اصعب في انه يخرج؟ الاريتنت اللي في النوز بتاع السنيزنج ولا الاريتنت اللي مدفون جوه بتاع الكافينج اللي في التراكيا والبرونكاي؟ طيب اللي طبعا اللي جوه اصعب. طيب يبقى اذا اللي جوه بتاع الكافينج عاوز نولد ضغط عالي قوي عشان خاطر نطرده مسافه طويله. عشان كده بنبتدي بالجلوتس كلوزد وهنفتحه. قال لي فاهمني اكتر. قلت له زي البالونه اما تمسك العنق بتاعها تقفله وتدوس عليها فالضغط يزيد وفجاه تفتح فالهواء يطلع مندفع. لكن في السنيزنج بتبقى مفتوحه من الاول. عاوز اقل شويه هواء حاجه في النوز اقل ضغط هيرميها فمحتاجناش نقفل الجلوتس ونفتحه. بنعمل لونج انسبريشن فورس اكسبيريشن لونج انسبريشن فورس اكسبيريشن اجينست ان اوبن جلوتس مش عاوز ضغط جامد. انما في الكافينج بنعمل لونج انسبيريشن فورس اكسبيريشن اجينست كلوز جلوتس which open suddenly. لكم معلومة جميلة عمرها ما تنسوها. بسبب ان glots closed then open suddenly سرعة اندفاع الهواء في الكافينج بتبقى سرعة طيارة 900 كيلومتر في الثانية في الساعة 900 كيلومتر في الساعة بسبب الكافينج.
يبقى فهمت في السنيزنج مش عاوز ضغط جامد فباخد انسبريشن وراها فورس اكسبريشن والجلوتس اوبند اي هواء خارج هياخدها ويطلعها الاريتنت الحاجه اللي مضايقاني انما حاجه مدفونه جوه لونج انسبريشن فورس اكسبريشن اجينست كلوز جلوتس ويتش اوبن سادلي بسبب ان كلوز جلوتس اوبن سادلي سرعه خروج الهواء 900 كيلومتر في الساعه سرعه الطيار اهو بص اهم سؤال يبقى هنا في السنيزنج الجلوتس المزمار الاحبال الصوتيه مفتوحه على طول انما هنا كلوز دين اوبن صدري نيجي بقى في السوالوينج في البلعوم البلعوم يا اولاد هو مسار مشترك للهواء والاكل فانا عاوز وانا ببلع الاكل ما يدخلش على الجهاز التنفسي على اللارينكس والتراكية والبرونكاي يبقى مفروض اقفل الجلوتس يبقى طوال الاكت وانا ببلع الجلوتس is closed مقفول وحاجة تانية انا لو خدت نفس لو ضحكت لو خدت نفس هروح النفس بيشتغل كفاكيوم كأنه مكنسة بالكهرباء هتروح واخدة الاكل على التراكية تبقى كارثة فمفروض وانا ببلع بوقف النفس شوف انا هبلع قصادك اهو النفس واقف أبنية يبقى قافل الجلوتس والنفس واقف حفظتها لأجيال بطريقة رائعة يا أولاد يبقى الثلاثة protective reflexes اللي الريسبتور بتاعتهم موجودين في الـ upper respiratory airways اللي sneezing بتاع الأنف والكافينج بتاع التراكية والبرونكاي والسوالوينج بتاع البلع البلعوم واحد فيهم الجلوتس مفتوح على طول ده الـ sneezing واحد الجلوتس مقفول على طول عشان الاكل ما يدخلش في الممرات التنفسيه ده اللي سوالوينج واحد مقفول وبعدين يفتح ده الكافينج عشان هو الضغط كتير عالي سرعه الطياره 900 كيلومتر في الساعه يبقى لا يمكن ان تنسى رسمه رائعه تقعد تتاملها كده جليا ماليا في السنيزنج الجلوتس مفتوح على طول مش محتاجين ضغط عالي في الكافينج مقفول 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 وبعدين يفتح عشان الهواء يطلع مندفع ده في الكافينج طب في السوالوينج طوال الاكت وانا ببلع مقفول على طول عشان مش حاجه تدخل زائد ابنيه طبعا يبقى قول لي الاستيمس اقول لك الريسبونس والاعصاب اتعلمتوها حاجه في الهيدا النك تبقى خمسة في ال في ال في النك السوالوينج تبقى تسعة في الكافينج في الصدر تبقى 10 السؤال ده بيجي لكم اللي هما الـ upper respiratory airways او الـ protective reflexes of the of respiration ايه الحاجات اللي بتبروتكت respiration ادي ثلاثة منهم يا اولاد ننزل تحت بقى من upper respiratory airways التلاتة اللي كل واحد يتكلمنا عليه في اربع نقط محبش تتوه قول لي مكان الريسبتور اقول لك العصب للطالب الذكي الاسكى قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس ناخد في اللانج تلاتة برضو يعني في الأبر كان في ثلاثة وفي اللانج ثلاثة ومع شقة مثل عشق النظام في عندي لانج ستريتش ريسبتورز ولانج إيريتانت ريسبتورز وجي ريسبتورز هنتكلم على كل واحد في كم نقطة يا أولاد أربع نقط تقول لي مكان الريسبتور أقول لك العصب تقول لي الستيمولس لطالب أسكى أقول لك ريسبونس اللانج ستريتش ريسبتور موجود في البرونكاي البرونكيول الشعب والشعيبات افتحوا لنا في اللي جاي في السموث ماسل سموث ماسل بتاعت البرونكاي البرونكيولز طب اللانج إيريتانت ريسبتورز موجودين برضو في البرونكاي البرونكيول الشعب والشعيبات بس الطالب ذكي ريسبتور اسمه لانج إيريتانت يعني هيشوف هيحس هيستقبل إيريتانت يبقى الأوقع يبقى في الميكوزا يعني very superficial عشان يديتكت الإيريتانت أسهل يبقى اللانج ستريتش ريسبتور مين اللي بيبقى ستريتش المصل السموث مصل إنما اللانج إيريتانت لطالب ذكي يبقى الميكوزا to detect the irritant of bronchi bronchiole نيجي آخر واحد اسمه بيقول مكانه جي ريسبتورز وده اختصار جاكستا بالمونري كابيلاري ريسبتور
جاكستا، جاكستا في اللغة معناها بجوار، بجوار بالمونري كابيلاري سيبتور. جاكستا بالمونري كابيلاري سيبتور يعني ريسبتور بجوار البالمونري كابيلاري، ويختصروه جي ريسبتور اللي هو ريسبتور اهو في الالفيولاي جنب البالمونري كابيلاري، فسموه جاكستا يعني بجوار البالمونري كابيلاري ريسبتور او باختصاره جي ريسبتور. لطالب زكي قال لي الثلاثه ريسبتور في اللنج اللي هي في الثوركس يبقى العصب فيهم هم الثلاثه 10 اللي هو الفيجاس. قلت له شاطر، يبقى اتعلمتوا اللعبه. قل لي، قل لي من اصدقائك اقول لك من انت. قل لي موضع ريسبتور، موضع ريسبتور اقول لك العصب. في الهيد 5 تراجيمينال، في النك 9 جلوسوفارينجال، في الثوركس 10 الفيكس. تعلمناه. نيجي الاسئله. قل لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. احنا قلنا في اللانج ستيتش ريسبتور ده خدناه قبل كده، فاكر الاوف سويتشز كان في ثلاث حاجات بتوقف النفس. لما اعمل لانج انفليشن اخد نفس، اخد التايدال فوليوم، اللانج بتوسع، الاير واي بتوسع، بيحصل لها ديستنشن، فبيشتغل اللانج ستيتش ريسبتور، يبعتوا عن طريق اشهر عصب وهو الفيجاس يوقفوا السنتر اللي هم الابنيوستيك والابنيوستيك والدورس سباتي جروب، وسمينا ده هيلينج برو ريفلكس. قديمه دي. يبقى فانت الطالب الذكي قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. ايه الاستيمولس؟ ان انا خدت نفس لانج انفليشن، يبقى المفروض اوقف بعد 500 سنتي تايدل، وكان ده اوف سويتش مهم جدا اللي هو الهيلينج بروور، فيبعته عن طريق الفيجاس يوقفوا الابنيوستيك الاون سويتش والدورسال سباتي جروب. بس قلنا هذا الهيلينج بروور ريفلكس كان اكثر اهميه لو كنت فاكر في الانفانتس وفي الانيمالز. نيجي تاني واحد اللانج اريتنت ريسبتورز، من اسمه لانج اريتنت، عشان كده حتى قلنا بذكاء ان ربنا ما حطوش في السموث ماسل، حطه فيري سوبرفيشال في الميكوزا عشان الاريت. واحنا قلنا لسه الاريتنتس نوعان، فاكرها؟ يا ميكانيكال زي الداستس، يا اما كيميكال زي السموكس. طب في اريتنت انت عاوزها تدخل، عاوزها تدخل جوه في الرئه؟ لا، يبقى تعمل برونكو كونستريكشن، برونكو سباز. طب واللي دخل، اللي دخل اطرده كافي. لما الواحد بيشم دخان او دس ده اللي بيحصل، بيحصل له برونكو كونستريكشن وكافي. يبقى الطالب الذكي قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. الاستيمولس اريتنت يبقى مش عاوزه يدخل، يبقى اقفل برونكاي برونكوس باز واللي دخل كح. نيجي الجي ريسبتور بقى، هو ليه ربنا حطه في البالمونا في الالفيولاي جنب البالمونري كابيلري؟ انا اقول لك، شرحتها لاجيال بطريقه جميله. الجي ريسبتور اللي هو الجاكستا يعني بجوار بالمونري كابيلري، بجوار البالمونري كابيلري بيشتغل كمرقاب، يعني يراقب كميه الدم في البالمونري كابيلري. مفروض الدم بعد ما يبقى اكسجينيتد بيروح للليفت فينتكل، فالعيانين اللي عندهم فيلير في الليفت فينتكل مش هيستقبلوا الكميه الواجبه، بيستقبلوا بس قليل، ما بيستقبلوش الكميه الواجبه من الرئه، فالدم يقعد في الرئه فيحصل بالمونري كابيلري كونجيشن، احتقان البالمونري كابيلري، يعني البالمونري كابيلري تبقى مليانه بالدم اللي ما قدرش ياخده الليفت فينتكل لانه في حاله فيلير، بياخد دم بس ما بياخدش الكميه المفروضه، بيسيب شويه في الرئه فالكابيلري احتقنت. طب في الحاله دي يا اولاد يبقى المكان اللي فاضل للهواء، ولما الكابيلري بتحتقن ده بيضغط على الالفيولاي بيقلل المساحه المفروضه للهواء. يبقى الطالب الذكي يقول لي الاستيمولس بالمونري كونجيشن، احتقان الرئه بالدم في حالات الليفت سايد هارت فيلير، وانا اقول لك ريسبونس. دلوقتي المكان المتاح للهواء قليل، يبقى ايه الحل؟ اخلي النفس شالو ضحك لان مفيش مسافه كبيره ادخل فيها الهواء، ولتعويض لتعويض كونه شالو لازم يبقى رابيد تاكيبنيا، يعني نفس سريع، تاكي يعني سريع زي ما قلنا تاكي كارديا، تاكيبنيا يعني نفس سريع، وديسنيا طبعا صعوبه في النفس.
يبقى شوف الطالب الذكي. يبقى بصوا يا اولاد كل واحده في النون كيميكال دي تصلح سؤال. يبقى اتكلمنا الريسبتور من الريسبيراتوري سيستم. في ثلاثه ريسبتور في الابر ريسبيراتوري اير ويز، سنيزنج كافينج وسوالنج، اللي هم بروتكتيف. وثلاثه ريسبتور تحت في اللنج، لنج ستريتش ريسبتور في السموث ماسل، لنج ايرتان ريسبتور في الميوكوزا، هم اثنين برونكاي وبرونكيولز. واحده موجوده في الفيلاي جنب البانوري كابيلري، جاكستا بانوري كابيلري ريسبتور، فسموها جي ريسبتور. كلهم في اللنج، يبقى كلهم بالفيجاس. والطالب الاذكى قول لي الاستيمولس، اقول لك الريسبونس. هنا هي اسمه لنج ستريتش، يعني حصل انفليشن، خدنا التايدر فوليوم، يبقى نوقف النفس هيرنج بروور. هنا في ايرتنت سواء ميكانيكال او كيميكال مش عاوز يدخل، يبقى برونكو سبازم اللي دخل اعمل له كافينج. هنا ليه ربنا حط ريسبتور جنب البلمونري كابيلري في الالفيولاي جنب البلمونري كابيلري؟ بيشتغل كمرقاب للدم في البلمونري كابيلري. لو لقى الدم زاد، يعني حصل بلمونري كونجيشن، احتقان للبلمونري كابيلري بالدم، يبقى ضغط على الالفيولاي، مساحه الهواء في الالفيولاي قلت. يبقى الحل خلي النفس ضح شالو، ولتعويض كونه شالو يبقى رابد. ده يفسر لك ليه اتعلم طب. الناس اللي عندهم ليفت سايد الهارت فيلير، هبوط في الناحيه اليسرى من القلب، ما بياخدش كل الدم الواجب من الرئه، بيسيب دم في الرئه بالمونري كونجيشن، بيبقى بيلهثوا، عندهم صعوبه في النفس ونفس سريع. اديك فهمت، بيصلح الخطا ما امكن. نيجي لاخر لوحه يا اولاد النهارده. وهي نمره 3 ريسبتور في الكاردوفاسكولار سيستم. ثاني يا اولاد، معشقه مثل عشق النظام، كل ريسبتور هنعرف عنه كم نقطه، ما بزهقش. تقول لي موضوع الريسبتور، اقول لك العصب، الطالب الذكي، الاستيمولس الاذكى يقول لي ريسبونس، تقول لي المؤثر، اقول لك مفروض رده الفعل على المؤثر ده تبقى ايه. ابتدي باول ريسبتور وهو الاهم، ودول هناخدهم تاني مع السيركوليشن بتفصيل اكتر. ارتيريال بارو ريسبتورز. كلمه بارو في اللغه يعني ضغط، مش في جهاز بارومتر يعني اللي بيقيس الضغط الجوي اسمه بارومتر، بارو يعني ضغط. فارتيريال بارو ريسبتورز معناها ارتيريال بريشر ريسبتورز. طب الضغط في الارتي اعلى حاجه في السيركوليشن، فسموهم هاي بريشر ريسبتور، يبقى ليهم اسمين، يا ارتيريال بارو ريسبتورز يا هاي بريشر ريسبتورز. دول في مفهوم العبد الله بيشتغلوا كمونيتورز، مرقاب للضغط الشرياني، بيراقبوا الضغط الشرياني. يبقى ربنا يحطهم فين؟ يحطهم في الارتري، مش هيراقبوا الضغط الشرياني، يبقى لازم يبقوا في الارتري. طب انهي ارتز؟ خد بالك بقى في تأملات العبد الله التي تؤكد انه وراء الخلق خلق. احنا اولاد تعلمها وهنقولها تاني في السيركوليشن اللي هيفتكرها. نحن نضبط الضغط الشرياني لصالح التو فايتال اورجانز اللي هم القلب والمخ. فايتال يعني حاوي، قلبك وقف هذا موت حقيقي، مخك وقف هذا موت اكلينيكي. يبقى مين اهم عضوين في جسمك الفايتال اورجانز؟ القلب والمخ، اللي هم وقفوا يبقى موت. وقف القلب موت حقيقي، وقف المخ موت اكلينيكي. فربنا بيظبط الضغط عشان يضمن ان كميه دم كافيه تروح للقلب والمخ. يبقى الطالب ذكي في مفهوم العبد الله وعنده رؤيه خاصه في كل حاجه، لان انا ما بقراش مع الطلبه، بفهم معاكم. يبقى ربنا يحطهم في الارتي، في انهي ارتز؟ الخاصه بالقلب والمخ. بقى المكان الكوروناري فيسلز اللي بتغذي القلب طالعه من الاسندنج اورتا، يعني من الارش اوف ذا اورتا. فيبقى اول ارتيريا بارو ريسبتور موجوده في الارش اوف ذا اورتا. فهمت ليه؟ لان ده اللي بيطلع منه الكوروناري فيسلز اللي بتغذي القلب.
طيب فين الفيسل اللي بيغذي المخ؟ فاكر لما قلت لك كومون كاروتيد بينقسم لانترنال، من اسمه انترنال يعني يدخل للمخ. فريسبتور موجوده هنا في الكاروتيد ساينس، كاروتيد ساينس. طيب نقطه تانية برضو، تاملات خاصه بالعبد الله، مش مكتوبه في كتب بس مهمه جدا. فاكر في البريفرال كيمو ريسبتور كان ربنا حاططهم في صوره حمصات جسيمات متجمعين في 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 بادز، في بادز. انما هنا ربنا خلى ريسبتور ديسبيرسد يعني مبعثره في مساحه كبيره. واحب افهمها لكم يا اولاد، قاعده من قواعد العبد الله، اي ريسبتور بيقيس بريشر لازم ربنا ما يجمعوش، يحطه على مساحه كبيره. ليه يا اولاد؟ لان البريشر مرتبطه بالمساحه، ما فيش بريشر بغير مساحه. طالب قال لي اشرح لنا، يعني اقول لك الارضيه دي اللي تحتيه تحتمل ضغط 100 كيلو جرام، ما اقدرش اقول 100 كيلو جرام، لازم اقول على ايه؟ على سكوير فوت، على قدم مربع ولا على متر مربع؟ يبقى لازم الضغط يبقى مقرون بالمساحة. فعش كده ربنا قاعدة عامة اعرفها من عبد الله، ربنا خلى اي بريشر ريسبتور يبقى على مساحة كبيرة، يبقى ديسبيرسد، عمره ما يتلم، لانه كل ما يتحط على مساحة اكتر يبقى يقدر يقيس الضغط بصورة احسن. فالارتيريال باروسيبتور من اسمها ارتيريال باروسيبتورس، يبقى ارتيريال بريشر ريسبتور بتشتغل كمونيتور للارتيريال باب بريشر. تمام؟ يبقى ربنا يحطها في مرقب للضغط الشرياني في الارتز. انهي ارتز؟ بتاعت اهم اعضاء، الارش اوف ذا اورتا اللي بيطلع منه الكورونز على القلب، والانترنال كاروتيد اللي بيغذي المخ. طب فين بالظبط؟ على مساحه كبيره. عشان كده الانترنال كاروتيد ربنا عمل فيه تضخم، اللي هو الكاروتيد ساينس. ده اول مره تفهم ليه ربنا عمل تضخم في الكاروتيد، ليه خلاه يتسع؟ عشان البريشر ريسبتور لازم تبقى على مساحه واسعه. في تأمل خاص لعبد الله. طب نيجي الأعصاب، انت قلت لي السايت، اقول لك العصب، انت بقى قولها من فضلك. كاروتيد ساينس هنا في الرقبة، يبقى انهي عصب؟ التاسع جلوسو فارينجيال. في الاورتيك ارش هنا في الصدر، يبقى انهي عصب؟ الفيجاس نمرة 10. والاتنين مع بعض يسمون بافر نيرز، وهنا استحق اسمهم وهم البافر نيرفز، لان هما بيبافر بيمنعوا التغيرات في الارتيريال باب بريشر. تقول لي فين مكان الريسبتور؟ اقول لك النيرف. طب الاصعب، قول لي السايت، اقول لك، قول لي الاستيمولس، اقول لك الريسبونس. من اسمه ارتيريال باروسيبتور، ارتيريال بريشر ريسبتور، يبقى 100% استيمولتد بايه؟ بالارتيريال باب بريشر والبالس بريشر، اللي هو الفرق بين الستوليك والديستوليك. خدام ارتيريال باب بريشر والبالس بريشر. لطالب ذكي ادام هما بيتاثرا بارتفاع الضغط يبقى عايزين ينقصوه، يبقى واحد من اهم المعلومات في الطب يبعتوا انهيبيتوري امبلسز. اديني عامل لك علامات ماينسز، يعني بيبعتوا انهيبيتوري امبلس. تعمل ايه بقى الانهيبيتوري امبلس دي؟ بص، تقلل نفس وتقلل التون في الابدومينال وول. واحد يقول لي طب هو هما لما الضغط ارتفع ايه علاقه ان الضغط يرتفع ان انا اقلل النفس واقلل التون في ليه بعتوا انيبيتو امبلس؟ تقلل النفس وتقلل التون في الابدومين المصري، بكده الضغط يقل. مش هما بيشتغلوا لما الضغط يزيد زياده في الارتيريال باب بريشر يبعتوا انيبيتو امبلس يقللوا النفس؟ قال لي ايه علاقه النفس بالضغط؟ فكر، لما ناخد نفس بيبقى الضغط البيور بريشر مور نيجاتيف، فده بيساعد الفينس تير قلناها مع الاسبريشن. لما زاد الدم اللي راجع الهارت زاد الدم اللي خارج من الهارت اللي هو الكاردك اوتبوت، زاد الارتيريال باب بريشر. يبقى انا لما انهبت النفس هقلل الفينس تير، وبالتالي الدم اللي راجع الهارت قل، فالدم اللي خارج من الهارت يقل فالارتيريال باب بريشر يقل. وكذا لما نقلل التون في الابدومينال ماسل، لان التون بيساعد الفينس تير. شوف الروعة، يبقى مرقاب ربنا حطه يقيس الارتيريال باب بريشر. لو لقى الضغط زاد يبعت انهيبيتوري امبلس يقلل النفس ويقلل التون في الابدومينال ماسلز، فيقلل فينا سيتير، ومن ثم يقلل الكارديك اوتبوت،
ومن ثم يقلل ارتير بلاد بريشر. شيء رائع. لدرجه في سؤال جميل قوي هنا في الشفوي، حاجه اسمها ادرينالين ابنيا. لو اديت كلب ادرينالين، حقنه ادرينالين، يبقى الضغط هيحصل له ايه؟ هيزيد جدا. فالانهبيتوري امبلس يزيد جدا لدرجه نفس يقف، يحصل ابنيا. في الروعه بقول ما زالت العين الالهيه تحرس الكائنات البسيطه. يعني حتى الكلب لو حاولت تاذيه اديته حقنه ادرينالين، الضغط عالي جدا، يطلع انهبيتوري امبلس جامده جدا، مش بس تقلل النفس، توقف النفس خالص، يحصل ابنيا. طيب جاك قال لي طب ما كده الكلب مات. لا ما ماتش، هو يحصل له ابنيا. في اثناء الابنيا السي او 2 هيزيد والاكسجين هيقل، ودول هيبريك الابنيا يخلوه ياخد نفس بعد كده. يبقى وقفوا النفس الفتره اللي الادرينالين شغال فيها لحد ما الجسم كسر الادرينالين، وبعدين شغل النفس تاني. فسموا الحكايه دي ادرينالين ابنيا. لما تدي ادرينالين تفسرها بقى في الامتحان، يبقى تدي ادرينالين يبقى دين هيرفع الضغط، يشغل ارتيا باروسيبتور، يبعته انهبيتور امبلس، يوقف النفس لحد ما الادرينالين اتكسر. طب هو هيموت من وقف النفس، ما تخافش، هيتجمع سي او 2 يقل الاكسجين، هيبريك الابنيا ويبتدي ياخد نفس تاني. انا عاوز اقول لك حاجه تاني للاذكياء فقط. الادين ابنيا دي تدل على حاجه مهمه جدا، ان الكيميكال ريجوليشن والنيرفس ريجوليشن مش كل في وادي، مش كل واحد شغال لوحده. التجربه بدات نيرفس وانتهت كيميكال. انك اديت ادرينالين، عليت الضغط، البفر نيرفس بعته انهبيتور امبلس، وقفوا النفس، يبقى ابتدت نيرفس. النفس وقف، السي او 2 زاد، الاكسجين قل، خلوه ياخد نفس، وانتهى الكيميكال. وده يوريك ان الكيميكال اقوى من النيرفس. تاني اثبات، يعني مش ليس مش كل واحد فيهم في وادي، ليس كلهم في وادي، انما هما انتجريتد. التجربه ابتدت نيرفس وانتهت كيميكال، وتبين لك ان الكيميكال هو الاهم، لانه هو البيزك ميكانيزم، انه النيرفس وقف النفس، انما مين اللي شغله تاني بعد شويه بالعافيه؟ الكيميكال، زياده السي او 2 ناقص الاكسجين. دي تجربه تثبت ان في انتجريشن للاوائل ما بين النيرفس والكيميكال ادرين ابنيا. نيجي تاني ريسبتور في الكاردوفاسكولار سيستم. زي ما ربنا حط مرقاب يراقب الارتيريال بلاد بريشر، كان لازم يحط مرقاب يراقب الفينس بريشر. طب يحطه فين ربنا؟ شوف الروعه، كل الفينز بتصب في الرايت اتريوم. سوبيرو فينا كافا بيروح للرايت اتريوم، والانفيرو فينا كافا في الرايت اتريوم. يبقى الرايت اتريوم هو السنتر بتاع كل الفينز. يبقى المرقاب بتاع الفينس بريشر ربنا يحطه في الاتريا نير ذا اوبننج اوف بيج فينز، في الاتريا نير ذا اوبننج اوف بيج فينز. فعشان كده سموها اتريا ريسبتور. انا كان نفسي يا اولاد لو انا اللي حطيت الاسم ده بالاول، كنت عشان الفهم يبقى اعمق، اسمي ده ارتيريال باروسيبتور واسمي ده فينس باروسيبتور، ريسبتور اللي بتقيس الفينس بريشر. بس لان هم كل الفينز بيروحوا للاتريوم فتودوا في الاتريا، فالاوثر المؤلف سماها اتريا ريسبتور، بس ضاع المعنى. بس انا دلوقتي مفهمها لك حتى بالالوان، ادي مرقاب للارتيريال بالاحمر ومرقاب للفينس بالازرق. ده اسمه واضح ارتيريال باروسيبتورس، انما ده اتحط في الاتريا اللي بيصب فيها كل الفينز نير ذا اوبننج اوف بيج فينز، هو اساسا مرقاب للفينس بس سماه الاوثر اتريال ريسبتور. البريشر في الارتيريال عالي فسماه هاي بريشر ريسبتور، انما في الفينز البريشر واطي، لو بريشر ريسبتورس. ده بيتاثر بالارتيريال باب بريشر، انما ده بيتاثر بالسنترال فينس بريشر. ما هو قلنا الاتريا هي السنتر بتاع كل الفينز، فالبريشر في الاتريا هو السنترال فينس بريشر اهو. وهذا السنترال فينس بريشر امتى يزيد؟ لو زاد الفينس ستير، لو الدم اللي راجع للهارت زاد الدم في الاتريا، زاد السنترال فينس بريشر.
طب مفروض نعمل ايه؟ الطيب ذكي يقول لي ريسبوند، قول لي الاستيمولس اقول لك ريسبونس. يبقى ده بيشتغل لما يزيد الفينس ريتير الدم العائد وبالتالي السنترال فينس بريشر. يبقى الطالب ذكي لازم يبعت اكسيتاتوري امبلسز. ليه؟ لان معنى ان الفينس ريتيرن زاد وعليه زاد السنترال فينس بريشر، الفينس ريتيرن ده هيروح فين يا اولاد؟ بالريسبيريشن تو بي ايه يا اولاد؟ تو بي اكسجينيتد. يبقى زياده السنترال فينس بريشر معناها ان في دم فينس رجع كتير، معناها ان في دم كتير رايح للرئه، يبقى لازم الرئه تشد حيلها وتشتغل اكتر تو اكسجينيت هذا الدم الكتير، يبقى نبعت اكسيتاتوري امبلس. من اهم المعلومات يا اولاد في السيركوليشن مش بس في الريسبيريشن ان الارتيريال سايد الهاي بريشر ريسبتور بتبعت انهيبيتوري. شوف مين يبقى يفتكرها في السيركوليشن، بينما اللو بريشر ريسبتور اللي هو الاتريال ريسبتور اللي هي بتتاثر بالفينس بريشر سنترال فينس بريشر بتبعت اكسيتاتوري. وطبعا لو سالتني قل لي مكان ريسبتور اقول لك العصب. ريسبتور موجود في الاتريا هنا يا اولاد، اتريا ريسبتور يبقى متصل بانهي عصب؟ 10 الفيجاس. علمت الطلبه بتوعي كويس قوي. قل له مكان ريسبتور يقول لك العصب. 5 9 10 اتريا ريسبتور يبقى في الفيجاس. والاسكى علمتكم قل لي الاستيمولس وانا اقول لك ريسبونس. الاستيمولس زياده الضغط الشرياني عاوز اقلله يبقى قلل النفس يبقى ابعت انهيبيتوري. انما زودت الضغط الفينس يبقى في نيفيس تاني كتير هيروح لبيئه دم كتير تو بي اكسجينيتد، يبقى لازم ابعت اكسيتاتوري امبلسز. ويسموا ده هاريسون ريفلكس. هاريسون ريفلكس اظن هاريسون ده اسم ممثل كندي. هاريسون ريفلكس يعني عشان تفتكرها ده ريسبتور اللي في الكاردو فاسكولار سيستم. ده اخر الكلام كتير. احنا قلنا في عندنا ستة اماكن بيبعتوا نيرف امبلسز. ثلاثة بياخدوا وقت اللي هم قلناهم اللي هم الهاير سنترز والريسبيراتوري ريسبتور والكاردو فاسكولار ريسبتور، وثلاثة بيتاخدوا كل واحدة في دقيقة اللي هنقولهم ونقفل اطول محاضرة ونخلص. يبقى تنسى كاردو فاسكولار سنتر ريسبتور افهمها زي ما العبد الله فاهمها. وضع الله مرقابين، مرقاب يقيس مونيتور للارتيريال بلاد بريشر اسمه ارتيريال باروسيبتورز هاي بريشر ريسبتور. يحطه فين؟ في الارتي. في انهي ارتي؟ بمفهوم العبد الله اللي بيفهم الطلبه اللي رايحه للفيتال اورجانز البرين والهارت. برين يبقى نحطه في الكاروتيد ساينس اللي موجود في الانترنال كاروتيد اللي رايح للبرين. طيب هارت يبقى نحطه في الارش اوف ذا اورتا لان ده طالع منه الكوروناري اللي بتغذي الهارت. وقلت اي بريشر ريسبتور يبقى مش في صوره جسيمات ما يتجمعش، يبقى ديسبيرسد مبعثر عشان البريشر مرتبط بالاريا يبقى يتحط على اريا كبيره. طيب في الارش اوف ذا اورتا يبقى في الصدر يبقى الفيجاس، في الكاروتيد ساينس يبقى في الرقبه يبقى جلوسوفارينجل، والاثنين مع بعض اسمهم بافر نيرفز. طيب يبقى قول لي مكان الريسبتور اقول لك النيرف. طب قول لي الاستيمولس هو ارتيريال باروسيبتور من اسمه بيقيس الارتيريال بريشر ريسبتور، يبقى بيقيس الارتيريال بلد بريشر وبالس بريشر، يبقى عاوز ينقص الارتيريال بلد بريشر، يبقى يبعت انهيبيتوري امبلس النفس وللابدومينال تون تقلل الفينس تيرن وتقلل الضغط. وطبعا لو حقنت قاعدين زودت الضغط جدا النفس يقف جدا يحصل ابنيا. بيسالوها لكم كتير قاعدين ابنيا. زي ما ربنا حط مرقاب للارتيريال حط مرقاب للفينس. كان نفسي يسموه فينس باروسيبتور. يا سلام كانت تبقى ارتيريال باروسيبتور وفينس باروسيبتور. الاوثر الامريكاني بغبائي قال لك مرقاب الفينس ربنا حطه فين؟ في نقطه التقاء كل الفينس. كل الفينس بتصب في الاتريا فربنا حطهم في الاتريا فسماه اتريا ريسبتور. انما هم في حقيقه الامر فينس بارو ريسبتور، بس ما تستخدمش الاسم ده بتاع العبد الله فقط. ارتيريال بارو ريسبتور اتريا ريسبتورز او لو بريشر ريسبتورز. فين؟ في الاتريا عند الاوبننج اوف فيج فينز. اتريا اتريا يعني في الصدر يبقى العصب والفيجاس. طب قول لي الاستيمولس هو السنترال فينس بريشر لان الاتريا هي السنتر بتاع كل الفين، يبقى سنترال فينس بريشر اللي يزيد لما يزيد الفينس تير. يزيد الفينس تير
يعني الدم الوريدي زاد يبقى الكمية اللي رايحة للرئة الوريدية عشان تبقى اكسجينيتد زادت يبقى لازم يبعت اكسيتاتور امبلس يزود نفس وده يسموه هاريسون ريفلكس. ناخد بقى ريسبتور from the chest wall muscles. خلاص يا ولاد chest wall muscles اللي هو الانتركوستلز يبقى متصلة بالانتركوستل نيرفز. قول لي مكان ريسبتور يبقى انتركوستل نيرفز اللي هي المسل سبيندل بيبقى شكلها زي المغزل بتشتغل لما يحصل ستريتش في المسل بتاع chest wall. لما المسل بتاع chest wall تبقى ستريتشد فكده اخدناها دي دي الثيرد اوف سويتش كنا خدنا فيه ثلاثه اوف سويتشز بيوقفوا المجنون الابنيوستيك من فوق النيوموتاكسيك من تحت الاستريتش ريسبتور بتاعه اللانج عن طريق الفيجاس هيرينج بروور وتالت واحد كان المسل سبيندل المغزى العضلي اللي موجود في الانتركوستال مسل اللي بيشتغل لما ناخد نفس لما تشيستول يحصل له ستريتش والعصب والانتركوستال نيرفز دول كلهم بيعملوا ايه بيديتيرمين التايدال فوليوم يخليك تاخد 500 بس وبعدين يوقفوا السنتر ديتيرمين ذا تايدال فوليوم يبقى دي خدت دي اهي يبقى التشست وول ريسبتور اللي هم الماسل سبيندل اللي موجوده المغزى العضلي اللي موجود في الانتركوستال ماسلز اللي سبلايد بالانتركوستال نيرفز بقى تقول لي المكان اقول لك النيرف بيشتغلوا امتى الماسل سبيندل بيشتغل لما يحصل ستريتش الماسل chest wall stretch يعني خدت نفس يبقى يبعثوا inhibitory impulse to determine the tidal volume. طيب ناخد اللي بعدي كمان دي في مصل بقى موجودة في ال في receptor acid موجودة في المصل والjoints والtendons سموهم proprioceptors هناخدها بإذن الله في العام القادم في CNS proprioceptors موجودة في المصلز اهي والتندون والجوينتس ماسل وتندون جوينت يبقى ما سبلاي دي بالسوماتيك نيرفز ما احنا قلنا السكيليتال ماسل بتبقى سوماتيك لانها اراديه قول لي المكان اقول لك العصب دي مش عاوزه فيه طب دول بيشتغل انت مع الموفمنت سو ماسل والجوينتس والتندون زي في الاكسرسايز يبقى المفروض يعملوا ايه في النفس اكسيتاتو امبلس النفس يبقى الشيست وول ماسلز الانتركوستال بيشتغل مثلا ستريتش وول المفروض يوقفوا النفس يبعتوا انيبيتوري دول اللي في الشيست وول ماسلز الانتركوستال ماسل ماسل سبيندل لكن اللي في الماسل العاديه السكيتال ماسل والتندون والجوينت بيشتغلوا مع الاكسرسايز يبقى المفروض يبعتوا اكسيتاتوري امبلس للنفس دي نمره 5 اخر واحده نمره 6 الفيسر في عنوانين في الفيسر واحد فيهم خدناه اوريدي سؤال ويك البلع خدناه قبل كده مع السنيزنج والكافينج في اثناء السوالوينج البلعوم بيبقى الاستيمولس ميكانيكال ستيميليشن اوف ذا فارينكس وانا الاكل بيعمل وانا ببلع ميكانيكال ما تقولش اريتيشن الاكل ما بيعملش اريتيشن للاوائل الاكل بيعمل ميكانيكال ستيميليشن اوف ذا فارينكس فارينكس يبقى اني عصب قولي فارينكس في الرقبه يبقى جلوسو فارينجيال نمره 9 المفروض وانا ببلع الجلوتس يبقى ايه عشان الاكل ما يدخلش في الممرات الهوائيه يبقى كلوزد اول ثرو فاكر في السنيزنج كان مفتوح طوال الوقت في السوالوينج مقفول طوال الوقت في الكافينج مقفول 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 وبعدين يفتح عشان محتاجين ضغط عالي يبقى السنيزنج قولها تاني مفتوح طوال الوقت سوالوينج مقفول طوال الوقت في الكافينج مقفول وبعدين يفتح صادلي ولازم مع السوالون غير ان انا اقفله اعمل ابني اوقف نفس لان قلت النفس بيشتغل زي الفاكيوم زي المكنسه الكهربائيه لو ضحكت على الاكل وبوظت الفليكس يروح تضحك يروح الاكل داخل على طول فعشان كده بنعمل حاجتين في السوالون نقفل الجلوتس وما نتنفس سوالون ابني طيب نيجي اخر حاجه في الفيسرا الهيكاب وهي الزغطه هيكب زغط حفظتها لأجيال بطريقة جميلة أوي يا أولاد قلت أغفت الفرينيك نيرف في أغاضك كنت قلت لكم معلومة مهمة أن الفرينيك نيرف اللي بيغذي الدافرام بيغذي الدافرام من الأندر سيرفس من السطح السفلي
وعليه لما حضرتك تاكل كتير فالمعده اللي تحت الدفرام تتملي اكل، او تضحك كتير فالمعده اللي تحت الدفرام تتملي هواء، عمال تضحك تضحك تضحك، فالمعده انتفخت سواء بالاكل الكتير او بالضحك الكتير، فعملت الريتيشن للدف للفرينك نيرف. ليه؟ لان الفرينك نيرف بيغذي الدافرام من الاندر سيرفس فانتفاخ المعده بالاكل او بالهواء بيرتيت الفرينك نيرف، يبقى انت غصته فاغاظك. الفرينك نيرف يغذي مين يا اولاد؟ الدافرام. فيقول لك كونتراكت الدافرام، هو بيغذي الدافرام حلو، فانت كونتراكت الدافرام يبقى لازم تاخد نفس، يحصل لك انسبريشن، وانت بتاخد النفس يروح يغيظك يروح قافل لك الجلوتس. يعني الفرينك نيرف يقول للدافرام انقبض، يبقى الواحد ياخد نفس، وهو بياخد نفس المفروض يبقى الجلوتس مفتوح يروح قافل لك الجلوتس، فانت غصته فيغيظك. يعني عملت حاجتين عكس بعض، سبازم في الانسبيراتوري ماسل يبقى لازم اخد نفس، during which الجلوتس is closed. حفظتها لاجيال الهيكب، احفظها معايا، اغصت الفرينك نيرف فاغاظك، يبقى سبب الهيكب irritation of phrenic nerve، مليت المعده هواء او اكل فحك في الاندر سيرفس اوف ديافرام، الفرينك نيرف من الاندر سيرفس عمل له irritation. طب هو في ايده ايه؟ انت عملت له irritation، هو irritate you، اغصته فاغاظك، يبقى يعمل سبازم في الديافرام، يبقى خد هوا، ده مش بس ده فعلا لازم تاخد هوا، وانت تاخد هوا روح قافل لك الجلوتس. طب الحل، كل الاعصاب بتهدى بالوسط الحامضي بالاسيدوزس، يبقى احنا نكرييت ارتفيشال اسيدوزس اللي في ايدنا، اني واحده بقى ريسبيراتوري اسيدوزس، نوقف النفس، عشان كده كلنا بنكتم نفسنا، او تتنفس في كلوزد سبيس في كيس نايلون كده لمده دقيقه، يبقى مفيش تجدد للهواء، فالسي او 2 جوه جسمك يحصل له ايه؟ يزيد، اللي هو الكربونيك اسيد. طب ما ده ريسبيراتوري اسيدوز، الهيكاب يروح. اتعلمها، كل الاعصاب المتهيجه ومن ضمنها الفرينك نيرف الهيكاب تهدأ، بالوسط الحامضي، تهدأ بالاسيدوز. أي نوع من الأسيدوز اللي ممكن أعمله إراضياً؟ الريسبيراتوري أسيدوز اللي هو بيحصل بالهايبو فنتيليشن. أنا بقى مش هعمل هايبو فنتيليشن، هوقف الفنتيليشن خالص، عشان كده بالفطرة كلنا بنكتم نفس شوية، فالسي أو 2 بيزيد يدي كربونيك أسيد، يعني يعمل أسيدوز تهدي الفرينك. أو طريقة تانية أقول لك تنفس في كيس نايلون، يبقى برضو السي أو 2 جوه جسمك هيزيد، مفيش تبادل هواء، يبقى عملت ريسبيراتوري اسيدوزس تهدي الفرينك نيرف. ده يا اولاد كان النون كيميكال او النيرفس سيجوليشن. وفي عجاله تاني احب اقولهم لكم، مش كلهم بس مراجعه عشان ما تتوهش. يبقى عندنا سؤالين مهمين جدا، النيرفس الكيميكال ريجوليشن الاهم، ده البيزك ميكانيزم سوبر امبوزد عليه، يعني مش كلهم في وادي، انما اقل اهميه منه اللي هو قلنا ال نيرفس او نون كيميكال ريجوليشن. خدنا كام حاجه يا اولاد؟ سته حفظناها، ثلاثه جوه الثوركس، ريسبتور في اللانجز، ريسبتور في الكاردوفاسكولار، ريسبتور في الانتركوستال ماسلز. طيب وثلاثه بره الثوركس باللون الازرق، حاجه فوقيهم اللي هم الهاير سنترز، وحاجتين تحتيهم اللي هما الفيسرا، خدنا الهيكاب والسوالوينج، والماسلز العاديه اللي هي السكيتال ماسل العاديه زي في الاكسرسايز، بيسموا الريسبتور اللي في الماسل والتندون والجوينتس بروبريسبتورز، هنبقى نعرف ساعه ثانيه ليه سموها بروبريسبتورز، ودي في الاكسرسايز تزود نفس. بخاف يا اولاد تاني لا تبقى فاكر كويس بس تنسى المين ايتمز، يعني المين ايتمز تنساها، فعش كده بديك طريقة انك ممكن ما يعني تبقى فاكر الديتيلز ودي كارثة ونسيت العناوين الأساسية. اوعى تنسى الكيميكال ريجوليشن، فاكرهم كانوا اربع مجموعات كل مجموعة فيها ثلاث معلومات، دي ليها طريقة تانية
النون كيميكال او النيرفس سيميوليشن عباره عن ريسبتور موجوده في 6 مواضع في الجسم، 3 جوه الثوركس. لانج ريسبتور قسمناها نوعين على فكره، الابر ريسبيراتوري ريسبتور واللانج ريسبتورز لو كنت فاكر. وكارديو فاسكولار ريسبتور قسمناها نوعين، مرقاب للارتيريال ومرقاب للفينس. خلاص، ارتيريال بار ريسبتورز وايتر ريسبتورز. وبعدين الريسبتور اللي موجوده في عضلات التشيست اللي هي الماسل سبيندل بتاعه التشيست وول، ادي 3 وثلاثه بره الثوركس. فوقيهم الهاير سنترز وتحتهم الفيسرا والماسل والتندون والجوينتس العاديه. دول السته تبقى حافظهم صم. ثلاثه خدوا وقت طويل جدا اهم، اللي هم الهاير سنترز واللانج ريسبتور. اللانج دي اثنين قلنا، في ابر ريسبيراتوري ريسبتور ولانج ريسبتور، والكارديو فاسكولار ريسبتور كانوا اثنين، ارتيريال وبدل فينس ايتر ريسبتورز. وعلمتك لازم تعرفت عن الريسبتور اربع كلمات، تقول لي الموضع، الطالب الذكي اقول لك العصب اللي متصل بالريسبتور، طب الطالب الاذكى تقول لي الاستيمولس، الاستيمولس المؤثر اقول لك ريسبونس. يبقى في اي ريسبتور هتكتب كام نقطه؟ اربعه، السايت وراها النيرف، من السايت تعرف النيرف، وبعدين الستيمولس وراها الريسبونس. يبقى سته، ثلاثه جوه الثوركس، لانج ريسبتورز وكارديو فاسكولار ريسبتورز وريسبتور في الانتركوستال مصر عضلات التنفس. دول خدوا وقت طويل، ده وقت قليل. وبعدين ثلاثة بره هاير سنترز واثنين تحتهم اللي هم الفيسرال والمصر والتندون الجوينت ريسبتور. هنا واحدة خدت وقت طويل هاير سنترز، واثنين كل واحدة خدت كلمتين. يبقى اكشن الستة فيهم ثلاثة طوال وثلاثة قصارين. على فكرة كتير بيجي السؤال مش كل النون كيميكال، لان ده يبقى طويل قوي، بيجي حتت واحده من السته، لكن ساعات ساعات قلما يجيبوا السته فاز تبقى فاكرهم. ودي يا اولاد تبقى اطول محاضره، انها اكشلي المحاضره دي بحوالي اربع محاضرات في العادي، يعني كنا بنديها في المحاضرات اربع محاضرات، بس انا عشان خاطر عاوز ادفعكم دفعه جامده عشان الدنيا قربت، فاديتكم محاضره طويله لموضوع واحد متكامل اللي هو الكيميكال ريجوليشن، وهو الاهم لان هو ده البيزك ميكانيزم، وده البيزك ميكانيزم والنون كيميكال نيرفس، وده الاقل اهميه. وفي النهايه يا اولاد لا تنسوا ان هذه المحاضرات لصالح الاطفال من مرضى السرطان، they need مساندتكم، يحتاجوكم الاطفال. فيعني ربنا يعني يفتح قلبه لفعل الخير ويشترك مع هؤلاء الاطفال، هيجازيه الله خيرا. احنا بنساعد بعض في هذه الحياه يا اولاد، انا في ناس بيساعدوني وانا بساعدكم، انتوا تساعدوا ناس، وهكذا الحياه، لانه ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. فانت بتطلب من الاخرين هم يساعدوك، فعليك ان تساعد انت الاخرين. ادام بتطلب منهم يساعدوك ساعدهم انت كمان، ده الفير ثينج ان لايف، ان احنا الناس يساعدونا واحنا نساعدهم. وطبعا ليس اكثر من اطفال المرضى بهذا المرض العضال وهو السرطان في اكثر يعني اكثر احتياجا لمساندتكم. اخذت من وقتكم واتمنى اكون افدتكم، والى ان القاكم اتمنى من الله لكم كل التوفيق. شكرا ابنائي الاعزاء.